السلام عليكم. هنكمل النهارده ان شاء الله اللي احنا ابتديناه المره اللي فاتت على الموضوع بتاع الكنترول فالفز. المره اللي فاتت اتكلمنا على التايبس والفانكشنز والاوبريشن بتاع المحابس وانواعها المختلفه وازاي بتشتغل وامتى بحطها والفانكشنز بتاعتها ايه والانواع اللي تنفع تشتغل في اني فانكشنز والانواع اللي ما تنفعش تشتغل فانكشنز ايه. ده اللي احنا قلناه المره اللي فاتت. المره دي هنكمل بقى ان شاء الله نبني على الكلام ده، نتكلم على الفالفز اكتر من وجهة نظر الفلو فلويد ميكانكس اكتر. الموضوع يبقى يعني ليفل اعلى شوية من المحاضرة اللي فاتت. هنتكلم على الكاركترستكس بتاعت المحابس، الديزاين الداخلي بتاع المحبس بيفرق ازاي في الكاركترستكس بتاعته لما يشتغل في السيستم. هنتكلم على السايزنج بتاع الفالفز ده بيتعمل ازاي، هنتكلم عن الكلوزنج كاركترستكس، هنتكلم عن الانهيرنت انستول كاركترستكس بتاعت المحابس، وهنشوف مع بعض ازاي الكلام ده يعني بنستخدمه ان احنا نعمل سايزنج ونعمل تشيك على الهيدروليكس بتاعت الفالفز. فالجزء الاولاني بنتكلم على الفلو ثرو فالفز، في شويه ديفينيشنز كده محتاجين ان احنا نتكلم عنها الاول. اول حاجه بيقول ان الفلو ثرو فالف لما نيجي نحاول ان احنا يعني نعبر عنه او ان احنا نوصفه، انسب حاجه ليه او اقرب حاجه ليه ان هي الفلو ثرو اورفيس. الفلو ثرو فالف از سيميلر تو ا جريت اكستنت تو فلو ثرو اورفيس، ده اقرب حاجه تمثل فعلا اللي بيحصل للميه وهي معديه من خلال الريستريكشن او الكونستريكشن اللي عامله المحبس ده. طيب فالقصه كلها بتبقى عباره عن ايه؟ المحبس ده بيبقى راكب في البايب لاين. البايب لاين في الاول الميه بتبقى جايه ماليه الماسوره بالكامل ولحد ما توصل للفلانج بتاعه الفالف اللي هي بدايه المحبس، وبيبقى ليها بريشر اسمه بي 1 وبتبقى ماليه الدايمتر كامل بتاع الماسوره، الستريم لاينز بارلل لبعض مفيش اي مشاكل. بتيجي بعد كده جوه الفالف، الفالف ده بقى حسب شكل الديزاين بتاع الكلوزنج اليمنت بتاعه، ممكن يبقى جيت فالف بوابه بتطلع وتنزل، ممكن يبقى باترفلاي فالف عباره عن ديسك في النص وبيلف، ممكن يبقى بول، ممكن تبقى جلوب، وات ايفر الديزاين بتاعه عامل ازاي. بس في الاخر خالص بيبقى فيه سام سورت اوف restriction او constriction بتعمل بيخنق الايه الفلو انه يعدي من مساحة اضيق شوية من المساحة اللي كان ايه ماشي فيها قبل كده في الماسورة بالكامل. بعد ما بيخلص constriction ده بيرجع تاني يملى البايبلاين تاني ويكمل السكة بتاعته، بيخرج في الاخر ببريشر اقل من البريشر اللي كان جاي بيه اللي هو P2. طيب ايه سبب في الدروب اللي حصل في البريشر ده؟ سبب الدروب اللي حصل في البريشر هو اللوسز اللي حصلت due to constriction دوت. اللوسز دي نتيجة ان هنا في dead زونز، المناطق الميتة دي ما هي بتقعد تلف فيها وبالتالي بيحصل فيها ايه فواقد ويحصل فيها losses، وهو ده اللي بيعمل head losses through the valve. تمام. طيب الفكرة كلها دلوقتي انه دايما head losses ما هياش البريشر دروب، يعني هو دايما الهيد لوسز هو عباره عن الفرق في التوتال انرجي ما بين الاب ستريم بتاع الفالف والداون ستريم بتاع الفالف. التوتال انرجي عباره عن 3 كومبوننت، يعني بنيجي نكتب كده بس عشان ما ننساش. التوتال انرجي عباره عن ثلاث حاجات، الزد اللي هي بوتنشال انرجي زائد البريشر اللي هي بي اوفر جاما زائد الفيلوسيتي هيد في سكوير اوفر توايس جي. كويس قوي. طب انت ليه دلوقتي بتقول لي ان لما اقيس البريشر بتاع الميه قبل الفالف على طول هو بي 1 وبعد الفالف على طول بي 2 الفرق بينهم هو ده الهيد لوسز في الفالف؟ لا معلش سوري، الهيد لوسز هو الفرق في التوتال انرجي، هو مجموع ثلاث حاجات زد وبي على جاما وفي سكوير توايس جي. انت ليه اختزلت الهيد لوسز في الاخر في الفرق اللي حصل في البريشر فقط واهملت التو تيرمز دول؟ خلينا نتكلم براكتيكالي. يعني هو الفالف اصلا طوله بالنسبه للبايب لاين بيبقى حاجه قصيره جدا، فبالتالي فعلا ما بيبقاش في فرق اليفيشن ما بين النقطه دي والنقطه دي، النقطتين اللي انت بتقارن ما بينهم نقطه 1 ونقطه 2 الاثنين تقريبا ليهم نفس الزد، فبالتالي الزد في الكومباريزن بيتشال. تاني حاجة اكشولي انت رجعت لنفس الدايمتر اللي انت كنت بادي بيه، فبالتالي لو هي نفس الكيو اللي ماشية، كيو اللي هنا هي نفس الكيو اللي هتعدي من الريستريكشن، هي نفس الكيو اللي هتخرج، ان في الاخر في عندك ماس بالانس كيو ان ايكوال كيو اوت، ده ما فيهاش هزار. يعني الحاجات دي يعني من ضمن الثوابت اللي موجود عندنا، طالما ما فيش ماس ان فلو ماس اوت فلو خرج ودخل من السيستم، فبالتالي يبقى لازم الان قد الاوت، اللي دخل قد اللي خرج، فبالتالي كمية المية كيو اللي دخلت في الماسوره من الاول هي نفس الكميه اللي هتخش في الريستريكشن، هي نفس كميه الميه الكيو ماس فلو ريت اللي هيخرج من النقطه رقم 2. طب بما ان الدايمتر عند 2 هو نفس الدايمتر عند 1، بالتالي يبقى نفس الفيلوسيتي، فبالتالي يبقى برده ككومباريزن الترم اللي هو في سكوير اوفر توايس جي هو كمان هيتشال معانا من الكومباريزن، فيبقى فقط الاختلاف في التوتال انرجي هيبقى يمثل في الاختلاف في البريشر. عشان كده دايما وده من ضمن الحاجات الديفينيشنز يعني المهمه ان احنا ناخد بالنا منها في المحابس، يعني لما دايما يتكلم على كلمه بريشر دروب، كلمه بريشر دروب او دلتا بي اللي هو عباره عن ديفرنس ان بريشر بتوين بي 1 اند بي 2 از كولد بريشر دروب. كلمه بريشر دروب دي مقصود بيها الهيد لوسز في الفالف، دي هي دي بالظبط الهيد، تعبر عن الهيد لوسز في الفالف طبعا مع اختلاف اليونتس، طبعا البريشر
ده بيبقى نيوتن بالمتر سكوير. لو هتعمله حسب بقى اليونتس، يعني بتتكلم على الهيد لوسز بالمتر H2O، فبالتالي لازم تبقى دلتا بي على جاما، بس وات ايفر يعني. بس في الاخر خالص احنا دلوقتي فهمنا ليه الناس بتوع المحابس ما بيستعملوش كلمه الهيد لوس في الفالف دي كتير، بيستعملوا كلمه الهيد لوست في الفالف، بيستعملوا بدلها كلمه بريشر دروب. فدلتا بي او البريشر دروب هو ده الدروب اللي بيحصل لو الهيد لوسز في الفالف. طيب كويس قوي. طيب نيجي بقى ناخد نقطه تانية اللي عاوزين نعرفها مع بعض دلوقتي. لو ما اجي اعمل زوم ان على الريستريكشن او الكونستريكشن اللي حصلت دي، الجزء اللي هنا ده بيسموه فينا كونتراكتا، ده اللي هو ايه يعني بعد الاورفيس على طول في اقل كروس سكشن اريا، وبالتالي المفروض طالما اقل الاريا يبقى دي فيها الفيلوسيتي ماكسيمم، يعني هنا في اقصى سرعه للميه. طيب ايه اللي بيحصل بقى لما اجي اعمل درو، اعمل ارسم البريشر ديستريبيوشن along ستريم لاين ماشي من هنا لهنا؟ في الاول انت جايب بريشر اسمه P1، دي بريشر اللي انت جاي بيه اللي هو المفروض توتال، كانه يعني التوتال انرجي انت داخل بيها، وفي الاخر خالص هتخرج ببريشر P2 اللي هو الرقم ده او الرقم ده. المرسوم عندي هنا في الرسمه هو تو ديفرنت فالفز، يعني محبسين مش محبس واحد، هو يا اما الخط المنقط يا اما الخط الايه الاسود. طب خلينا ناخد مع بعض الكيس اللي هو الخط الاسود السوليد لاين ده. طيب فدلوقتي انا خرجت بعد ما خلصت القصه دي، خرجت ببريشر اسمه P2 ده لازم يكون اقل من P1 نتيجه ان في لوسز دي فين؟ لوسز عندك موجوده في المناطق اللي هنا دي اللي هي الديد زونز اللي موجود. طيب فبالتالي بريشر دروب اللي دلتا بي هي المسافه من هنا لهنا. بس تيك كير بقى من حاجه جوه الريستريكشن، في الحته اللي فيها فينا كونتراكتر بيحصل اديشنال دروب في البريشر تحت قيمه البي 2 اللي انت شايفها دي، بسبب ان الفيلوسيتي هنا بتبقى سريعه جدا جدا جدا، تمام؟ فبالتالي بيحصل دروب اديشنال دروب في البريشر توصل لاقل قيمه خالص اسمها بي مينيمم في الفينا كونتراكتر. بي مينيمم دي احنا دايما بنخاف منها دايما، ليه بقى؟ ان بي مينيمم دي ممكن توصل لو الريستريكشن دي عنيفه جدا وسرعه الميه هنا عاليه قوي، ممكن توصل للفيبر بريشر. لو وصلت الفيبر بريشر في الحاله دي الميه هيحصل لها ايه؟ هتتبخر في الجزء ده، تتكون تتولد فيبر بوكتس، الفيبر بوكتس دي هتتولد هنا وبعدين تتنقل مع الميه للمنطقه اللي في الداون ستريم اللي هي فيها بريشر، يرجع يزيد تاني، فترجع تاني الفيبر بوكتس دي تبقى ليكويد، ويحصل بقى الكولابس على الفيبر بوكتس، كاتاستروفيك ايفنت. وكاتاستروفيك ايفنت ده بيحصل فيه دامج للفالف ومشاكل فيه كتير قوي. فبالتالي ناخد بالنا من النقطه دي، النقطه دي مهمه قوي. دايما السايزنج بتاع المحابس كله بيزد على ان انا بحاول امنع ده انه يحصل. لازم اتاكد ان الفالف طول ما هو شغال وبيعمل ريستريكشن للفلو عشان يظبط الكيو، يظبط البريشر في الابستريم، يعمل اي نوع من انواع اللوسز انت عاوزها عشان السيستم يشتغل صح، لازم اتاكد تماما انه مش هيحصل فيه كافيتيشن. كافيتيشن ده بنعمل تشيك عليه ازاي؟ بنشوف الدايجرام ده وبنبص على اقل بريشر اللي هو بي مينيمم الموجود في الفالف، وبنشوف البريشر اتاكد ان هو ما يوصلش للكافيتيشن او الفيبر بريشر عشان ما يحصلش كافيتيشن. طيب نفهم بقى، طب انا عاوز افهم حاجه، ايه الفرق ما بين الفالف المنقط والفالف الاسود؟ يعني انا عاوز اعرف ايه اللي حصل. واضح ان هما الاثنين بيشتركوا في نفس الريستريكشن، صح ولا لا؟ ان هو اكشولي في الريستريكشن دي الكروس سكشن اريا في التو فالفز قريبين قوي من بعض، بيبقى امره ان السرعه هتبقى قريبه في الحالتين، وبالتالي البريشر هيوصل للمينيمم بريشر واحد في التو كيسز. بس في فالف فيهم حصل ريكفري للبريشر عالي، يعني رجعت لبي 2 اعلى من القيمه بتاعه الفالف الثاني. طيب يعني مبدئيا بغض النظر عن ايه اللي حصل جوه الفالف، خلينا نشوف الاند ريزلت الكومباريزن بين تو فالفز. ايه اللي حصل؟ البريشر دروب في الفالف الثاني، الفالف ده حصل فيه دلتا بي 2 وده حصل فيه دلتا بي 1. هسمي الفالف الاسود ده هسميه فالف 1، وهسمي الفالف الاحمر ده هسميه فالف 2. ده فالف وده فالف تاني خالص، يعني ده ديزاين ده ديزاين تاني خالص. ايه الفرق ما بينهم؟ اول حاجه ككومباريزن هقول مين فيهم فيه لوسز اكتر، مين فيهم الميه اوفرول طالعه فيه خسرانه اكتر؟ اكيد فالف نمبر 1، ان فالف نمبر 1 انت داخل ببي 1 خارج ببي 2 اقل من الكيس بتاع الفالف نمبر 2. كويس قوي. طيب فالف 2 انت خسرت فيه لوسز اقل، معناها ان واضح ان الديد زونز دي عنده في الديزاين بتاعه ما كانتش عنيفه قوي، وبالتالي ما خسرتش انرجي كتير. لكن على الرغم ان اللوسز فيه اقل، كان الريستريكشن بتاعه عنيف جدا لدرجه ان هو وصل فيه البريشر جوه الريستريكشن لنفس قيمه البي مينيمم بتاعت الفالف تاني اللي اللوسز فيه كانت كبيره. طب في حاجه هنا محتاجين ان احنا نتكلم عليها، هل وارد ان يبقى في عندي تو فالفز والاثنين عاملين نفس الريستريكشن؟ يعني نفس الريستريكشن تقريبا، يعني بنتكلم على نفس الاريا بتاعت الماي كروس نت اريا بتاعت المينا كونتراكتر، وواحد فيهم فيه لوسز اكتر من التاني، يعني هل ده وارد حاجه زي كده تحصل؟ اقول لك اه وارد. ازاي بقى يعني هيحصل حاجه زي كده؟ خلينا نقارن تو ريستريكشنز ببعض. نقول مثلا نفترض ان انا عندي اورفيس، نفترض معايا كده عندي من الصوره اهي
دي البايبلاين وده الكروس سكشن بتاع الماسور، ده الدايمتر بتاع البايبلاين اهو حاجة بالمنظر ده، المية ماشية كده. وجيت عملت انا ريستريكشن، سادن ريستريكشن، يعني جيت عملت اورفيس حاجة بالمنظر ده سادن. الاورفيس دي ليها اريا، اريا سمول، اي سمول، الاريا دي اي سمول، تمام. طيب الستريم لاينز بتاعت المايه هيحصل لها ايه؟ هتلاقي الستريم لاينز هتيجي من بعيد وتعمل كونفرجنس، وبعدين تعمل دايفرجنس بالمنظر ده حاجه كده. فيبقى في عندي هنا مناطق ميتة، دي ديد زون، ودي منطقة تانية ديد زون تانية، وديد زونز دي بيحصل فيها اللوسز اللي قلنا عليها. كويس. طب جيت عاوز اقارن دي بقى بريستريكشن تاني اقوى من ده، اقوى من ده يعني، يعني عامل ازاي بقى حاجة كده، بس خدته سموث شوية. يعني جيت على البايب لاين وجيت قمت عامل حاجة بالمنظر ده زي فنتشولي ميتر، والفنتشولي ميتر دوت يعني ايه في الاخر، هو خانق المية اكتر من الاورفيس اللي كانت مرسومة، يعني الاريا اللي هنا دي اريا 2، دي هسميها دي اريا 1، اريا 2 اقل من اريا 1. هيحصل ايه بقى في الحالة دي؟ هتلاقي الستريم لاينز هتيجي من بعيد، الستريم لاينز هتيجي تعمل كونفرجنس بالراحة جراديوال، وتيجي تعمل دايفرجنس، وهنا برضو نفس الكلام تعمل كونفرجنس دايفرجنس. هتبقى المناطق اللي هي فيها ديد زونز تبقى اقل ما يمكن بسبب الستريمينج اللي انت اوريدي عامله للفلو باث. ففي الحاله دي هتلاقي ان الاي 2 اقل من اي 1، هتلاقي ان الفيلوسيتي هنا، الفيلوسيتي في الفينا كونتراكتا هتبقى بتاعت اريا 2 هتبقى اكبر بكتير من الفيلوسيتي بتاعت الفينا كونتراكتر بتاعت اريا 1. وبالتالي اي اكسبكت لو انت داخل بهنا بنفس قيمه البريشر هنا ونفس قيمه البريشر هنا، هتلاقي ان البريشر المينيمم اللي انت هتشوفه في الفالف 2 هيكون اقل من البي مينيمم في الكيس بتاع الفالف نمبر 1. بس على الرغم من كده الهيد لوسز اللي موجوده through الأورفيس ديت هتلاقيها أكبر من الهيد لوسز اللي موجودة في الأورفيس دي. يعني لو جيت بصيت هنا إن هنا ده كده ترسم البريشر ديستريبيوشن مع الديستنس، هيبقى أنت داخل ب P1 وبعدين هتنزل ل P minimum وترجع تعمل ريكفري وفي لوسز، بينما هنا أنت هتبقى داخل ب P وبعدين بتنزل أوي وبعدين بتعمل ريكفري حاجة عالية جدا بسبب ان انت اصلا اللوسز اللي عندك هنا هتبقى قليلة قوي compared للوسز في الكيس اللي ايه اللي موجودة دي. فهي دي فكرة، يعني different types of valves، كل valve من دول يبقى ليه design بتاعه، وممكن valve يكون فيه restriction قوية جدا، يعني فاتح فتحة صغيرة جدا، فتحة بتاعته very low، فاتح مثلا فتحة صغيرة قوي، بس على رغم كده ما تلاقيش فيه losses كتير، يعني اوفرول الميه ما خسرتش كتير وهي بتعدي من الفتحه بتاعته. وده اللي بيحصل اكشوالي في حاجه زي الجيت فالف والباترفلاي فالف. لما جيت فالف يتقفل 85% من المشوار بتاعه، يعني 85% من الفتحه بتاعته، فبالتالي فاضل فتحه صغيره جدا جدا، السرعه فيها بتبقى عاليه قوي عشان الميه تقدر تعدي في الفتحه الصغيره دي. بس على الرغم من كده اللوسز ما بتبقاش كتير، واللوسز مش كتير، عشان كده الايفكت بتاع الفالف في السيستم بيبقى ضعيف في الاخر خالص، ما قللش الكيو. هو امتى الفالف بيأثر في السيستم؟ لما يكون البريشر دروب او الهيد لوسز اللي في الفالف لك رقم كبير. لو الهيد لوسز دي تبقى رقم كبير يبقى الفالف ده مؤثر في السيستم وموجود، يعني لما الرقم ده بيبقى رقم صغير يبقى الفالف ده ولا كانه موجود، يعني كانه مش موجود ما بيعملش حاجه. بس انت مشكله ان انت عامل ريستريكشن، والريستريكشن دي الفيلوسيتي فيها بتبقى عاليه قوي، وبالتالي ممكن يحصل فيه كافيتيشن. نرجع للي احنا كنا بنقوله، ده بالنسبه لل pressure drop drops more inside vena contracta. الحته دي مهمه وان احنا بس ناخد بالنا منها، انه انت لازم في المحابس to make sure ان البريشر في الحته المينيمم اللي هي المخنوقه ديت ما يقلش عن، ما يوصلش لل vapor pressure، ما يحصلش فيها cavitation. pressure drop delta p عباره عن p1 minus p2
تمام. وده الكلام اللي احنا قلناه ان pressure drop is a critical element in valve sizing and valve application. Pressure drop must be known by the engineer designing the system to ensure proper valve selection. والاختيار بتاع المحدث بيعتمد بشكل كبير على قيمة ال pressure drop. طب ازاي نحسب بقى قيمة ال ايه ال pressure drop؟ pressure drop زي ما قلنا هي الهيد لوسز في الفالف، فرق ما بين ال P1 وفرق ما بين P2 اللي انت بتخرج بيها سواء كان ديزاين ده او ديزاين ده. في الاخر خالص انا عاوز اعرف قيمه البريشر دروب. ففي عندي طريقتين علشان اقدر احسب بيهم البريشر دروب متعارف عليهم. يعني اول طريقه احنا المفروض عارفينها عن طريق الريزيستنس كوفيشنت او الهيد لوس كوفيشنت دايمنشنلس كوفيشنت اللي هو كي في. الهيد لوس كوفيشنت ده بنستعمله ازاي؟ بيقول ان الهيد لوسز في الفالف اللي هي عباره عن دلتا بي على جاما بتساوي كي في 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 سكوير اوفر توايس جي. بس احنا ممكن هنا نكتب في اللي هي الفيلوسيتي بتاعه الفالف، مش اي سرعه، لا هي سرعه بتاعه الميه على مدخل الفالف. طيب يعني ايه كي في ده؟ كي في ده دايمنشنلس فاكتور، فاكتور ده ملوش يونت وبيبقى جيفن من المانيفاكتشر اللي صنع المحبس وبيقول لك الكي بتاعتك بكام، زي الانت لوسز والاكزيت لوسز واي لوكال لوس تاني في المواسير بنحسبه عباره عن كي في في سكوير توايس جي جزء من السرعه بتاعه الميه. فبنتكلم على مثلا احد الاكزامبل، يعني بنتكلم على جلوب فالف مانيفاكتشرر بيصنع تو ديزاينز من جلوب وانجل. جلوب اللي هو حرف الزد والانجل اللي هو 90 درجه، وبيدي لك السايز اللي هو بينتجها من 4 بوصه لحد 14 بوصه، بيقول لك قيم الكي بكام. خد بالك بس من الرمز نفسه كي في ده، يعني مفيش استقرار عليه. يعني ساعات بكي في ده بيرمز لحاجه تانية، مش لازم يكتبوه كي في. في ناس بتكتبه زيتا، وفي ناس بتكتبه كي ال، وفي ناس تكتب كي بس، وفي ناس تكتب كي سمول. بس انت المفروض تبقى فاهم، يعني لما تشوف رقم صغير ودايمنشنلس يبقى تعرف ان ده اللي هو الريزيستنس كوفيشن اللي احنا بنتكلم عليه. فلما نيجي نبص مثلا الاربع بوصه بكام الهيد لوسز اللي فيها، هتلاقيها 5.8، بينما السته بوصه 5.7، يعني قلت، يعني دايمتر كبر، فالهيد لوس كوفيشنت قل. اوكي، بعدين التمانية رجع زاد تاني، وبعدين العشرة قل، وال 12. اولا الفروقات ما بينهم قليله جدا، دي اول حاجه. تاني حاجه مفيش ترند، يعني مفيش علاقه ما بين الدايمتر او مقاس السايز بتاع الفالف والقيمه الهيد لوس كوفيشن، هو دي دايمنشنلس فاكتور. في الاخر خالص الهيد لوسز اللي انت بتدور عليها اللي انت عاوز تحسبها هي فانكشن في سرعه الميه في الفالف. دي اللي هتختلف بقى طبعا حسب الكيو، حسب الدايمتر بتاع الفالف اللي ماشي. بس في الاخر خالص الكي از فاكتور ملوش دعوه بالدايمتر بتاع الفالف. طيب بس نفس السايز الاربعه بوصه دايما الانجل بيبقى اللوسز فيه اقل من الجلوب. ده بسبب ايه بقى؟ ان الانجل الميه فيه بتخش بتطلع بزاويه 90 درجه، مش زي الجلوب الميه بتخش تعمل فيه حرف الزد، فطبيعي ان اللوسز فيه بتكون اقل. ليه بقى؟ انا قلت هنا في في، يعني ايه في في ديت؟ يعني في فالف دي جت منين؟ دي جت من انه خلينا نتخيل مع بعض كده ان انت في عندك بايب لاين وانت قررت تركب فالف. فعندك البايب لاين بتاعك ده الدايمتر بتاعها، وجيت تركب فالف فما لقيتش الفالف لنفس الدايمتر بتاع الماسوره، فعملت ريديوسر يعني صغرت الدايمتر شويه وجبت الفالف على قد فلوسك، والفالف ده الدايمتر بتاعه صغير. وبعد كده عاوز ترجع بقى ايه تركب الماسوره، فبتركب ريديوسر مقلوب اللي هو يعني زي انلارجر، مش حاجه اسمها انلارجر، اسمه ريديوسر برضو. وبعدين بترجع تاني الايه للماسوره. كويس قوي. طيب بيقولوا بقى دلوقتي الدايمتر ده اللي هو الدايمتر بتاع البايب، وده الدايمتر بتاع الايه البايب. تمام. وبالتالي الكيو اللي ماشيه اللي هنا هي الكيو اللي هتخرج من الناحيه التانية، وده الفالف بتاعي اهو، ده الايه الفالف. لما نيجي نبص بقى بالراحه كده هنلاقي ان انا عندي هنا الدايمتر بتاع البايب غير الدايمتر بتاع الفالف. الفالف من اول هنا لحد هنا ده الايه الفالف، ده ليه دايمتر مختلف عن دايمتر الماسورة بسبب ان انا مختاره ان انا جايبه القطر بتاعه اصغر من القطر بتاع البايب لاين، ده الدايمتر بتاع الفالف. طيب في الاخر خالص الكيو اللي دخلت لازم تخرج، فلازم الكيو اللي ماشية هنا هي نفس الكيو اللي مكملة فيهم كلهم، بيبقى الفرق هيبقى في الفيلوستي. فهتلاقي ان الفيلوستي هنا هتبقى مختلفة، هنا تبقى اكبر من الفيلوستي بتاعة البايب، وهنا الفيلوستي بتاعة الايه البايب هتلاقيها اقل من الفيلوسيتي بتاعه الفالف. وكمان في عندك بقى الفينا كونتراكتا او الاختناق اللي هنا ده، هتلاقي بقى فيه فيلوسيتي فينا كونتراكتا، دي هتلاقي بقى اعلى ايه اعلى حاجه خالص. المهم في الاخر خالص الراجل بيقول انه الكي الهيد لوست في الفالف بتساوي كي مضروبه في فيلوسيتي سكوير اوفر توايس جي. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه، يعني هو انهي فيلوسيتي بقى اللي هعوض بيها؟
انا عندي كي خلاص، الراجل اداني كي، اعوض بقى بانهي فيلوسيتي عشان اجيب الهيد لوسز في الفالف. في عندي فيلوسيتيز كتير قوي، يعني لو بنتكلم هي نفس الكيو اللي ماشيه من الاول للاخر، بس في عندي سرعه الميه في الماسوره، وفي عندي سرعه الميه على وش الفالف هي الجزء ده، في عندي سرعه الميه هنا، في عندي سرعه الميه في فينا كونتراكتا، في عندي سرعه الميه في الماسوره، في عندي سرعه كتير، اعوض بانهي سرعه؟ قال لك مش بمزاجك بقى، مش بنختار، احنا اكشولي بنعوض بالسرعه اللي الراجل استعملها وهو بيجيب قيم الكي فالف دي. اصلا هو جاب قيم الكي فالف دي منين؟ عن طريق تجارب في المعمل. هو بيجيب الفالف ده ويحطه في المعمل في اكسبيرمنت زي اللي احنا رسمينها دي، وبعدين بيقيس هو بالعدادات بتاعته فرق البريشر، وبعدين يبتدي بقى يحسب الهيد لوسز، يقيسها، بيقيس اكشوال هيد لوسز، ومن العكس يعوض في الايكويشن يدي له قيمه الكي. يعني هو بيبقى عنده في التجربه عارف الرقم ده كام اصلا، عارف الحل، وبيطلع الكي. فهو وهو بيطلع الكي استعمل هو انهي فيلوسيتي، هو ده اللي احنا لازم نعرف، يستعمل الفيلوسيتي بتاعه الفالف. ليه بقى؟ ان هو اكشوال بيعمل التجربه دي على المحبس في المصنع، وهو مش عارف انت هتركبه على ماسوره قطرها كام. ممكن تجيب محبس 400 مللي تركبه على ماسوره 500، ممكن تركبه على ماسوره 400، فهو ما عندوش فكره انت هتعوض بسرعه بتاعه الماسوره دي هتبقى كام، على اساس هيحسب الكي. فعشان كده هو بيحسب بالفيلوسيتي بتاعه الفالف. احنا دايما بنعوض بالفيلوسيتي بتاعه الفالف مش بالفيلوسيتي بتاعه البايب دي، ده الصح بتاع القانون. لو كان بقى طبعا الفالف نفس دايمه الماسوره خلاص ما يبقاش فيه مشكله. فدي اول حساب البريشر دروب اكروس ذا فالف عن طريق الفالف لوس كوفيشنت او الكي في. طب الكي في دي بقى بتتغير ازاي؟ بتغير الفتحه بتاعه الفالف. يعني هتلاقي انه اكشولي القيم اللي كانت في الجدول دوت لما يكون الفالف ده مفتوح على الاخر، بس هو الفالف موجود وليه عجله، والعجله دي انا ممكن الفها واتحكم في قيمه الريستريكشن اللي جواه، بالتالي اللوسز اللي بتحصل بتتغير. فلازم الكي فالف اللي هي اللي بتعبر عن اللوسز لازم هي كمان تتغير. فالناس اللي بيطلعوا لنا القيم بتاعت الكي في بيدي لها قيمه الكي في لما يكون المحبس فولي اوبن، وده اللي احنا شفناه دلوقتي. دي القيم بتاعت لما كان المحبس فولي اوبن، لما يكون المحبس ال 8 بوصه او ال 10 بوصه مفتوح على الاخر، الكي بتاعته 5.8. لما يجي بقى الفالف ده يتقفل، اكيد انا متاكد ان اللي بادي ب 5.8 وهو مفتوح على الاخر، لما يجي يتقفل الرقم ده هيقعد يزيد ويزيد ويزيد جدا. هيوصل لكام بقى؟ مفروض ثيوريتيكالي لما يوصل يبقى فولي كلوزد، مقفول خالص، بتوصل الكي في لانفينيتي، بتوصل لانفينيتي. يعني بالنسبه للفالف لوس كوفيشنت لما نتكلم على باترفلاي فالف، باترفلاي فالف دوت المشوار بتاعه بيبقى زاويه بالزوايا ب 90 درجه، 90 درجه دي معناها ان هو مفتوح على الاخر، فكانت الكي بتاعته 0.689، ده رقم صغير قوي 0.689، ده اللوسز فيه قليله. اه طبعا احنا عارفين البترفلاي فالف من المحابس اللي اللوسز فيها بتبقى قليله بسبب ان الستريمنج اللي بيتعمل للبوابه، رغم انها موجوده في السنتر لاين بتاع الماسوره، موجوده وسط الفلو، والفلو شغال والمحبس مفتوح على الاخر، البوابه موجوده، لكن اللوسز فيها بتبقاش كتير. طيب لما اجي اقفل الفالف ايه اللي بيجرى بقى؟ لما كانت الزاويه 90 درجه المفتوح على الاخر كان 0.689، لما قفلت لحد 60 معناها ايه؟ معناها قفلت 30 درجة which is تقريبا تلت المشوار بتاع الفالف، هو فاضل له 60 درجة كمان وينزل لزيرو. ايه اللي حصل للكي؟ زادت طبعا، بقت كام بقى دلوقتي؟ بقت 2.62. ايه 2.62 ده؟ ستيل رقم صغير قوي. طبعا صغير، يعني يكون لو السيستم بتاعك الاطوال بتاعت المسير فيه كتير، يعني 2.62 دي ممكن تجمعها مثلا ب10 كعان مثلا، يعني ممكن او 5 كعان مثلا، 6 كعان حسب الزوايا بتاعت الالبوز والبنز. ففي الاخر خالص الفالف بتاعك قفلت تلت المشوار بتاعه، ما عملش حاجه في السيستم ولا كانه موجود، والافكت بتاعه يعني قليل جدا وضعيف، تمام. اللوسز فيه مش كتير، الهيد لوسز اللي هي الدلتا بي، النتيجه اللي هتنتج عن 2.62 كفالف لوس كوفيشنت هتبقى رقم صغير. طيب بعدين لما تقفل اكتر بقى، هقفل كمان 30 درجه، هوصل لكام بقى؟ لزاويه 30. خلاص كده قفلت تلتين المشوار، اه بقت الكيب تزيد دلوقتي، بقى بنتكلم في 71.8، رقم ابتدى يكبر. وبعدين بقى اخر 30 درجه دول هتلاقي بقى العمليه اكسبوننشال بشكل غريب، هتلاقي بقى ايه 145، خمس درجات اللي بعدهم بتوصل 337. بص بقى من 10 ل 5 بقى زادت من كام لكام؟ من 3860 ل 15625، رقم بيزيد بشكل رهيب. واكشولي هو ما حطش الزيرو ليه؟ ان الزيرو قدامه بيبقى انفينيتي، تبقى اللوسز بانفينيتي فعلا، اللوسز ثرو ا فولي كلوزد فالف هتبقى انفينيتي، مفيش حد بيعدي، مفيش ميه مش هتعدي اصلا يعني. فهو ده اللي ايه اللي بيحصل، يعني ان الكي فالف دايمنشنلس، دايمنشنلس فاكتور، فاليوز اوف كي في انكريزز وذ ديكريزنج ذا فالف اوبننج، كل ما نقفل الفالف اكتر كل ما قيمه الفاكتور كي في ده بتزيد، وفي الاخر خالص بتوصل لانفينيتي، انفينيتي لما يوصل فيري فيري كلو يعني سمول اوبننجز
عند الفول كلوجر المفروض بتوصل في الاخر لانفينيتي يعني. طيب ده شكل كيرف تيبيكال يعني تيبيكال تمام كيرف لفالف لوس كوفيشنت لمحبس وليكن مثلا باترفلاي فالف اللي احنا شايفينه من شويه تمام مع البرسنت اوبننج. المحور الافقي اللي هو الاكس اكسس بيتكلم على البرسنت فالف اوبننج او برسنت اوف فالف اوبننج تمام. لما يكون زيرو هو بيوضح لك عشان ما يحصلش لخبطه، بيكتب لك هنا دي فولي كلوزد معناها مقفول على الاخر، وهنا الفالف فولي اوبن معناها ان هو مفتوح على الاخر. طيب معناها ان انا لما اجي اقفل الفالف بتحرك على المحور ده بالمنظر ده، ايه اللي بيحصل بقى؟ قيمه الكي في او الريزيستنس كوفيشنت او الزيتا او الكي ال او وات ايفر اسمها ايه على المحور الراسي، وده دايمنشنلس فاكتور، ده لوج سكيل لو انتوا واخدين بالكم ده لوج سكيل. فتلاقي ان البدايه بتاعته تقريبا بنتكلم في 0.7، الرقم ده تقريبا اولموست 0.7، وبعدين كل ما اجي اقفل الفالف كل ما بتزيد، واللوجاريتميك سكيل ففعلا الفرق بيزيد جامد قوي، معدل سريع قوي، وبيوصل في الاخر فعلا لانفينيتي عند الايه الزيرو بيرسنت اوبننج بتوصل لكي فالف لانفينيتي. طيب قبل ما اسيب الكي فالف واخش على الطريقه الثانيه لحساب الهيد لوسز، بس محتاجين بس ان احنا نحاول نقارن تو فالفز ببعض ونشوف كده الكيرفز دي بتتغير ازاي. خلينا نقول دلوقتي لو انا عندي تو فالفز اوكي، في فالف فيهم حارسم نفس الكيرف اللي انا لسه كنت رسمه من شويه، ان هو في قيم كي فالف على المحور الراسي وعلى المحور الافقي عندي قيم الايه البرسنت اوبننج او الستروك بتاعت الفالف opening تمام. طيب المفروض لو انا قلت لك عندي two valves تمام، two valves دول ليهم عند 100% opening 100% معناها ان دي هنا fully ايه opened valve تمام. كان القيمة بتاعت الكي valve بتاعتهم نفس الرقم اللي هو كان 0.7 اللي احنا كنا بنتكلم عليه. طيب حلو، المفروض بقى كل ما الفالف ده يجي يتقفل كل ما الكي valve بتزيد، بس في valve فيهم الديزاين بتاعه كل ده ليه علاقة بالديزاين الانترنال بتاع الفالف تمام. كان الكي فالف بتاعه بيزيد في المنظر ده، بيزيد بالراحة قوي، بيجي في الاخر خالص بيزيد جامد جدا لحد ما يوصل في الاخر خالص لايه لانفينيتي. بينما الفالف التاني بادي برضو من نفس البوينت 7 بس كيرف بتاعه مختلف شوية، حاجة عاملة كده، وفي الاخر خالص هو بنفس الكلام برضو هيوصل لانفينيتي. هما الاتنين هيوصلوا عند فول كلوجر لانفينيتي، بس في فرق ما بين التو فالفز دول. خلينا بقى نديهم اسامي، هسمي ده فالف 1 وهسمي الفالف ده فالف 2 تمام. طيب ايه الفرق ما بين فالف 1 وفالف 2؟ مبدئيا هما الاثنين لو راكبين في السيستم والسيستم از فولي اوبند هما الاثنين ايدنتيكال، مفيش اي فرق ما بينهم، ان هما الاثنين بيدوا نفس الهوسس. فلو انا جيت مثلا رسمت سيستم، اني عندي ريسيرفوار واني عندي خزان تاني، في فرق في الهيد ما بينهم، هو ده اللي بيحرك المية اللي احنا بنقول عليه دايما دلتا اتش او درايفنج هيد، وعندي الفالف ده راكب، مره هركب فالف 1 مره هركب فالف 2. لو قلت ان 0.7 ده رقم صغير قوي في الاخر خالص، الهيد لوسز فيه يعني قليله، هتبقى رقم بسيط جدا، ولا كان الفالف ده موجود ولا كانه موجود اوكي. طيب فالتو فالفز زي بعض بالظبط في حاله لما يكون الفالف 100% اوبن. طب ايه اللي يحصل بقى لما الفالف يتقفل شويه؟ تعال ناخد مثلا اوبننج عند 50% اوبننج، ايه الاخبار هنا؟ بقى يبتدي يحصل فرق، يبتدي يحصل فيه فرق ما بين الايه التو فالفز، كل فالف ليه شخصيه، وهنا بقى يبتدي يحصل الفرق ما بين الايه الشخصيات تبان بقى. دلوقتي هنلاقي ان عند ال 50% اوبننج اللي هي نص المشوار للفالف الاولاني فالف نمبر 1 كان ليه قيمه لللوسز اللي هي قيمه اسمها كي في 1 قليله، اقل من القيمه بتاعه فالف ايه، اقل من القيمه بتاعه فالف 2 كي في 2. فبالتالي لما اجي ارسم الرسمه دي بقى توتال انرجي لاين لفالف 1 وارسم فالف 2، هلاقي ان اللوسز في فالف 1 هتبقى اقل من فالف 2، وبالتالي توتال انرجي لاين هيبقى شكله عامل كده. لو قلنا مثلا الرسمه دي دلوقتي بتاعه دي بتاعه فالف 1 حاجه بالمنظر ده اوكي، لما اجي ارسم بقى فالف 2، فالف 2 هيبقى حاجه بالمنظر ده. تبقى اللوسز فيه اكتر، وبالتالي الكيو اوفرول اللي هتمشي في السيستم في حاله فالف 2 هتبقى اقل من حاله ايه من حاله فالف 1، ده هيرفلكت على طول على الكيو. فكي في 1 ده هيؤدي الاتي بقى، هيؤدي ان الهيد لوسز
في فالف 1 تمام هكون اقل من الهيد لوسز في فالف 2. هتلاقي ان الهيد لوسز اكبر في فالف 2 من فالف 1، وبالتالي هتلاقي ان الكيو اللي هتمشي بقى في السيستم اللي هي الكيو دي بقى دي الكيو في حالة فالف 2 هتكون مالها بقى، هكون اقل من الكيو اللي ماشية في فالف 1 في الحالة التانية. اوكي طب ايه الفرق ما بين التو فالفز؟ معناها مين فيهم شخصيته اقوى، يعني مين فيهم اثر على السيستم اكتر وقدر ان هو يغير في الكيو اكتر؟ هلاقي ان فالف 2 اقوى بكتير من فالف 1. بسبب ايه بقى؟ بسبب ان هو بفتحة 50% من فالف 2 قدر يعمل اللي بيعمله فالف 1 عند فتحة ممكن 25% مثلا. فاللي عمله فالف 2 عند فتحة 50% فالف 1 عشان يقدر يوصل له يوصل لنفس قيمة الكي في محتاج ان هو يتقفل لحد 25%. اوكي من هنا بقى بتيجي بقى حتة الفالف اللي هو يعني انهي فالف more effective او اقوى في السيستم، يعني ان هو يعني بيأثر اكتر في السيستم وبيعمل losses اكتر، يعني يقدر يعمل losses اكتر يعني يأثر اكتر في الايه في السيستم يعني. طيب الطريقة التانية اللي بنعبر بيها عن الهيد لوسز اسمها الفالف لو كوفيشنت. يمكن دي جديدة ما سمعناش قبل كده. الفالف لو كوفيشنت عرفوا حاجة تانية جديدة اسمها سي في. قال السي في عبارة عن ايه؟ قال لك هنشوف الفالف ده راكب في السيستم. اوكي راكب في السيستم ازاي؟ اهو ادي الفالف اهو راكب تمام، الفالف اهو راكب. طيب والمية ماشية فيه، ماشية فيه قد ايه بقى؟ بكيو. وقال لك هنشوف البريشر اللي هو قبل الفالف على طول بي 1 قد ايه، ونشوف البريشر بعد الفالف بي 2 قد ايه، ونشوف فرق البريشر ما بين بي 1 وبي 2 اللي هو الدلتا بي، ونشوف الكيو قد ايه، ونقسم الكيو على سكوير روت دلتا بي نجيب حاجه اسمها سي في. اختراع كده اخترعوه. وهنشوف بقى كمان شويه اشمعنى يعني قسموا على جذر دلتا بي، ما قسموش ليه على دلتا بي بس، ليه ما عملوش كيو سكوير فوق ليه بتاع ايه، هنفهم الكلام ده كمان شويه. بس هو اللي حصل دلوقتي ان الراجل بيقول لك ايه، انا عاوزك انت عاوز نفسك في ايه؟ نفسك تحسب البريشر دروب اكروس ذا فالف اللي هو الدلتا بي. فالطريقه الاولانيه اللي اتكلمنا عليها عن طريق الفالف لوس كوفيشنت اللي هي كي ال او الكي في، في طريقه ثانيه عن طريق حاجه اسمها سي في. سي في ديفينيشن بتاعه عباره عن كيو اللي هو الفلو اللي ماشي through the valve على square root the pressure drop across the valve. فكانت ال definition بيقول ايه؟ ان CV عبارة عن the discharge، اذا discharge والdischarge ده ليه unit، ان في الاخر خالص CV ده مش حاجة dimensionless، لا ده حاجة ليها unit يعني. اذا discharge مثلا هنا US gallon per minute بالunits الانجليش of water at 60 degree Fahrenheit that passes through the valve across a pressure differential of 1 pound square inch. لما يكون الـ pressure drop بيساوي واحد هي عبارة عن Q، فهي CV أصلا هي عبارة عن قيمة Q، هي عبارة عن Q اللي ماشي في الفالف، بس لما يكون الـ pressure drop across the valve بيساوي واحد، أنت قاسم الـ Q على جذر الـ delta P. وبعدين طيب وبعدين طب قال لك ممكن استفيد من ده لو انا عارف بقى قيمه السي في، اقدر احسب بقى منها الدلتا بي اللي هي البريشر دروب. كل ده انا بدور على البريشر دروب. الدلتا بي بتساوي ايه بقى؟ وادي ده الناحيه الثانيه وربع طرفين، تبقى كيو على سي في اول سكوير. كويس طيب دلوقتي ده انا ممكن ادخل بقى الاثنين دول في بعض، ادخل بقى السي في في الكي في، ان الهيد لوست في الفالف اللي هي عباره عن دلتا بي على جاما بيساوي كي فالف في سكوير على توايس جي. دي اللي انا عارفها، ان انا عارف ان الهيد لوست في الفالف بتساوي كي فالف في في فالف سكوير على توايس جي تمام. وعارف كمان انه الفيلوسيتي بتاعت الفالف دي اقدر اشيلها احطها بكيو على الاريا اللي هي الاريا بتاعت الفالف، هتبقى ده عباره عن الكي فالف هيد لوست في الفالف دي هتبقى عباره عن دلتا بي على جاما بتساوي كي فالف في الكيو على الاريا، هتبقى عباره عن كيو على الاريا بقى في 2 جي عشان ما ننساهاش. الاريا اللي هي عباره عن باي، وطبعا كل ده سكوير، يبقى باي سكوير في الدايمتر بتاع الفالف اس 4 وهنا في 16. هو كل اللي حصل ان هو راح عوض الكلام ده كده وراح باليونتس بتاعت اليو اس سيستم، طلع في الاخر ده ده دايمتر الفالف اهو، جاب العلاقه ما بين الكي والسي في، دخل الاثنين في بعض وايه، بس طلع الفاكتور اللي هو 890 ده. ده بيزد على ان الكي طبعا ده دايمنشنلس مش فارقه معانا، بس لازم تكون السي في باليو اس جالون بير مينيت، اليو اس جالون بير مينيت لكل بي اس اي اس نص، وتكون الدايمتر بتاع الفالف ده بالانش. في الحاله دي يبقى الرقم ده 890. طب لو ما كانش يعني مش هستعمل يونت زي، يعني هستعمل يونت ثانيه، قال لك في الحاله دي محتاج ان انت
تعيد اثبات القانون ده وتجيب انت الرقم 98 ده المفروض يبقى بكام. طيب نيجي بقى نقارن الـ يعني قيم السي في بقيم الكي في، يعني ايه العلاقه ما بينهم؟ واضح ان العلاقه عكسيه، يعني كي ال هنا اهي وسي في تحت وسي في سكوير كمان، والعلاقه داخل فيها كمان الديامتر، ان زمان كان الكي فالف ما كانش ليه علاقه بالديامتر، دلوقتي لا السي في ليه علاقه بالديامتر. يعني لو خدنا نفس المانيفاكتشر اللي كان مدينا قيمه كي ال من 4 لحد 14 بوصه 5.8 5.7 6.1 لحد 5، وجينا نشوف قيم السي في بتاعته باليو اس جالون بير مينت بالبي اس اي اس ونص بتتغير ازاي، هنلاقي ان الاربع بوصه السي في بتاعته 200 رقم كبير، السته بوصه 460 اعلى كتير، العشره بوصه 1245، الاربعتاشر 2300، ارقام بتزيد جدا بزياده الايه الديامتر. طبعا دي قيم السي في لما يكون المحبس مفتوح على الاخر فولي اوبن فاليوز، يعني يكون مفتوح على الاخر. طيب ليه بقى ليه السي في اتغير بتغير الدايمتر؟ طبعا هي باينه في الايكويشن ان هي السي في بتتغير بتغير الدايمتر، لان الدايمتر بتاع الفالف داخل هنا وهو موجود فوق فباينه، بس اكشولي احنا ممكن يبقى عندنا سنس شويه نحسها نحس بيها. يعني السي في ديفينيشن بتاعها عباره عن الكيو اللي ماشي في الفالف لما يكون البريشر دروب اكروس ذا فالف بواحد، لو جبت الفالف ده مفتوح على الاخر بس الدايمتر بتاعه كان 200 مللي وقلت لك ماشي فيه ميه لحد لما اقعد زود الكيو اللي ماشي في الفالف لحد لما البريشر دروب يبقى ب 1 اكروس الفالف هيمشي فيه كميه ميه معينه جبتها. طب لو قلت لك الدايمتر بتاع الفالف بدل ما هو 200 مللي لا خليه 400 او 500 او 600، اكيد في نفس البريشر دروب اللي هو ال 1 اللي احنا قلنا عليه كميه الميه الكيو اللي هتعدي هتبقى اعلى بكتير، فعشان كده السي في بتتغير بتغير الدايمتر بتاع الفالف عكس قيمة الكي في. طيب ايه تاني كمان نلاحظه بقى لما نيجي نقارن السي في بالكي في؟ العلاقة بينهم عكسية inversely proportional. طيب فلو جيت ارسم مثلا ارجع للسلايد اللي احنا كنا عندها من شوية اللي هي دي، احنا جينا هنا رسمنا العلاقة اللي هي الكي في مع percent opening لشوية محابس للتو فالفز تمام كده. لو قلت بقى لا انا عاوز ارسم سي في مع percent opening لنفس تو فالفز ايه اللي هيحصل بقى؟ اولا الكيرف برضو انا هاخد نفس المحاور بالظبط، يعني ده 100% ده معناه انه مفتوح على الاخر تمام، والزيرو ده معناه انه هو فولي كلوزد. فاول حاجه هيبقى الكيرفين عكس بعض صح كده، ان هو دلوقتي السي في كل ما الفالف يتفتح كل ما السي في بتزيد، عكس الايه الكي في كل ما الفالف يتفتح كل ما الكي بتقل اللوسز بتقل. فمفروض عند 100% opening الفالفز دي هتوصل لأعلى قيمة خالص للسي في. طب كويس، طيب لو قلنا ان التو فالفز دول هما ليهم نفس قيمة الكي في اللي هي 0.7 وهما الاتنين ليهم نفس الديامتر، يبقى التالي هيبقى ليهم نفس قيمة السي في، هيبقى ليهم نفس قيمة الايه السي في اللي هي عند 100% opening، وبيسموا القيمة دي سي في فول لما يكون الفالف مفتوح على الاخر. وبعدين لما يجي بقى الفالف يتقفل قيمه السي في هتقل، هتوصل لكام بقى اقل حاجه خالص؟ هي السي في ديفينيشن بتاعها عباره عن كيو على جذر دلتا بي، فلما الفالف يتقفل خالص خالص المفروض الكيو هتبقى بزيرو، فالسي في تنزل هتبقى اقل حاجه خالص هتبقى بزيرو. كويس قوي. طيب لما جيت ارسم الكيرف ده لقيت ان في عندي تو كيرفز، واحد فيهم عامل كده والتاني طلع عامل كده، واحد فيهم الفالف 1 والتاني اللي فالف 2، مين فيهم فالف 1 ومين فيهم فالف 2؟ نعرفهم ازاي من بعض؟ مفروض العلاقة بين السي في والكي في عكسية، فالمفروض الفالف عند نفس البرسنت اوبننج اللي هي 50%، الفالف اللي كان ليه كي كبيرة هيبقى ليه سي في قليلة، فالمفروض يبقى ده اللي هو ده الفالف اللي هو فالف 2 وده اللي هو فالف 1. برضو يعني كي في في ناس بتسمي كي في بيبقى برضو فلو كوفيشنت بس بيبقى اسمه كي في، ان هو بيبقى للناس بتوع الشغل بالمتريك يونت، يعني في بعض الكتالوجات بتعمل كده، يعني بتقول والله كي في هو عباره عن كيو على جذر دلتا بي، هو نفس الديفينيشن بتاع السي في لكن هو طالما عوض الكيو بالمتر كيوب بير اور يعني يشتغل بالمتريك يونتس والدلتا بي بالبار، فبالتالي بقى الديفينيشن بتاعك كي في ده عباره عن اليونت بتاعتها هتبقى عباره عن متر كيوب بير اور لكل بار أس نص تمام.
قال لك دي في الحاله دي سموها كيفي برضو يعني عشان يلخبطك اكتر مش اكتر يعني، هو بس هي دي الفكره يعني. بس بغض النظر عن الاسم المسمى، في الاخر خالص انت بتشوف الفاكتور اللي هو بيديهولك في الكتالوج بتاع الفالف، وبتشوف اليونتس بتاعته ايه، وبالتالي نقدر نستنتج هو اصلا محسوب منين، او هو عباره عن ايه، هو عاوز يديني ايه. طيب فده مثلا كتالوج من الكتالوجات اظن بايرد فالفز، كان بيدي الدايمترز بينتجها من 100 مللي لحد 1000 مللي، وبيديه قيمه الفلو كوفيشنت سماها كيفي، وقال لك ده 100 130 150 203. طبعا الكلام ده ليونتس يعني، ما ينفعش يسيبك كده، ما ينفعش يديك الرقم ده من غير يونتس، لازم تاخد الكي في بيونتس. ال 200 458 300 1272. طبعا انا حسيت على طول الارقام دي ما هياش دايمنشنلس، ان هي بتفرق كتير قوي بزياده الدايمتر، كل ما الدايمتر يزيد حاجه بسيطه بتلاقي الرقم ده زاد قوي قوي قوي، وبالتالي يبقى ده اكيد مش الدايمنشنلس فاكتور اللي احنا متعودين عليه، لا ده الفلو كوفيشنت التاني. وبعدين اليونتس بتاعته بقى بتقولي بقى هو اتحسب ازاي، فهو قال لك ان هي متر كيوب بير اور لكل بار اس نص، فده عشان كده سماها كي في. وادالك برضو الايكويفالنت ريزيستنس كوفيشنت اللي هي الكي او الزيتا او الكي ال او كي في، تمام برضو. وقال لك بقى ب 11.3 18 11 تاني 7 12، اتس راندوم، مفيش علاقه ما بينها وبين الدايمتر بتاع البايب لاين. بتتجاب منين؟ زي ما احنا قلنا الفلو كوفيشنت سواء سي في او كي في او واتيفر اسمه ايه، الفلو كوفيشنت بيتجاب عن طريق المعمل، بنركب الفالف في التجربه، وبنركب عداد بريشر اب ستريم الفالف وعداد تاني داون ستريم الفالف، وعندنا طريقه نقدر نقيس بيها الكيو اللي ماشيه في الايه في التجربه دي. وناخد الفالف اول حاجه بنعملها بنفتحه فولي اوبن، نفتحه على الاخر، بنقيس الكيو وبنقيس بي 1 وبي 2 ونجيب الدلتا بي. جبت نقطه واحده دلوقتي على الكيرف ان انت بقيت عارف الكيو، تمام، تقسمها على جذر الدلتا بي، يبقى انت كده جبت ايه السي في بتاعه الفالف للاوبننج دي. وبعدين تقفل الفالف شويه 10% مثلا، بقى دلوقتي مفتوح 90%، وبعدين تقيس البريشر الجديد. طبعا المفروض الفالف لما يتقفل السيستم مفهوم اللي هيحصل فيه، هيحصل فيه ايه، البريشر هيزيد اب ستريم الفالف وهيقل داون ستريم الفالف، والكيو اللي ماشي هتقل، فهيحصل حاجتين، الكيو اللي هو الرقم اللي انت بتقيسه اللي ماشي ده المفروض هيقل، والفرق في البريشر ده المفروض هيزيد، فده الاثنين دول مع بعض هيقللوا لك قيمه السي في اللي انت هتحسبها للفتحه الجديده بتاعه الايه بتاعه الفالف. وبعدين تعيد القصه دي لفتحه ثانيه وثالثه ورابعه وخمسه وسته لحد لما اجيب الكيرف كامل اللي هو قيم السي في للبرسنت اوبننج بتاعه الفالف، هيبقى شكله عكس كيرف الكي في. فلو انا البرسنت اوبننج ده 100% مفتوح على الاخر وده الزيرو، المفروض بيبتدي من زيرو ويخلص عند اعلى قيمه اللي هي قيمه السي في فول. وطبعا في كذا كيرف، كل فالف ليه بقى الكيرف ايه الكيرف بتاعه. بس في حاجه خد بالك منها، المفروض نادر قوي ما الاقي تو فالفز يخلصوا على نفس القيمه، صح ولا لا؟ لان هو المفروض السي في احنا عارفين انها فانكشن في الدايمتر بتاع الفالف، بتاثر بالدايمتر جامد قوي، الدايمتر بتاع الفالف لما يزيد قيمه السي في بتزيد جدا. فالمفروض الراجل اللي هو عمل الكتالوج ده اللي هو ادانا القيم ديت، المفروض يبقى عنده كيرف للسي في او الكي في لل 100 مللي يبتدي من زيرو، واقصى قيمه ليها هتبقى 130. ال 150 مللي كيرف بتاعه، الكيرف بتاع السي في مع البرسنت اوبننج يبتدي من زيرو، النقطه بتاعته زيرو، ويخلص عند اعلى قيمه 203، الكيرف مختلف تماما. ال 200 مللي يخلص على 458، ال 1000 مللي يخلص على 9233. المهم يعني الناس قعدت تفكر تقول طب انا دلوقتي كل فالف كل ديامتر هعمل له كيرف، الكلام ده طبعا هيبقى ايه مش براكتيكال. فقال لك طيب نعمل حاجه يعني تبقى يونيفايد ليهم كلهم، ان احنا نقسم الكيرفات دي كلها على قيمه السي في فول بتاعتها، يعني كل ديامتر من دول اقصى قيمه خالص ليه اللي هي سي في فول اللي موجود عندك في جدول، هنقسم كل القيم اللي طلعت من التجربه على سي في فول دي، ونطلع كيرف السي في بتاعته هي كمان دايمنشنلس من 0 لحد 100%، من 0 لحد 100%. فيطلع في الاخر خالص الكيرف من 0 ل 1 ل 0 ل 1. وبعدين في حاجه برضو خد بالك منها، المحور الافقي الدال محطوط عليه هنا السي في على سي في فول، هي نسبه السي في على سي في فول، وهنا البرسنت اوبننج هي الموجوده على المحور الراسي كمان. يعني في ساعات كتير قوي مانيفاكتشرز بيقلبوا الكيرف، بدل ما هو المحور الافقي هو البرسنت اوبننج اللي احنا متعودين عليه يعني من 0 ل 100، لا بيقلبه لك ويحطه لك على المحور الراسي، وساعات بيديك برسنت كلوجر كمان. برسنت كلوجر بقى يبقى ال 100% دي مش مفتوحه للاخر، ده معناه ان هو فولي كلوزد. الجزء اللي جاي بقى اتكلم على الفالف كلوزنج كاركترستكس، دي حاجه منفصله شويه عن اللي فات، يعني خلي اللي فات ده على جنب وخلينا ايه نتكلم على الجزء ده كده، نفتح صفحه جديده كده مع بعض ونشوف يعني ايه فالف كلوزنج كاركترستكس مقصود بيها ايه. كلوزنج كاركترستكس دي عباره عن فانكشن او داله او عباره عن حاجه يعني بتوصف ايه بقى، بتوصف لنا
ازاي الفالف بيغير الفلو اريا along its stroke حسب من المشوار بتاعه. الفالف ده مثلا فولي اوبن لو هو جيت فالف بيبقى مفتوح على الاخر، وكل ما بيجي يقفل البوابه اللي بتنزل لتحت الافكتيف اريا اللي بتعدي الميه بتقل، الافكتيف اريا اللي بتعدي الميه هتلاقيها عماله ايه تصغر. فالفانكشن اللي انا بتكلم عليها دي بتوصف ازاي الافكتيف فلو اريا اللي هي بتعدي الميه اللي هي الافكتيف اريا اللي جوه الفالف بتتغير ازاي مع البرسنت اوبننج بتاعت الفالف. ده ملوش علاقه خالص باللوسز، ملوش علاقه خالص باي حاجه، انا بنتكلم دلوقتي على حاجه اسمها كلوزنج كاركترستكس للمحابس، بتوصف المحابس، بتفرق المحابس بينها وبين ايه بين بعضها. فالديفينيشن بتاع فالف كلوزنج كاركترستكس عباره عن فانكشن ديسكرايبس، توصف ايه بقى هاو ذا فالف تشينجز، بيغير ذا فلو اريا، فلو اريا اللي هي عباره عن الاريا افكتيف، الاريا افكتيف تمام along its stroke، stroke يعني المشوار بتاعه او الترافل from full opening لحد ما يوصل للفول كلوجر. طب الفانكشن دي بتعتمد على ايه؟ قالك بتعتمد على شكل الفالف تايب، الفالف تايب الشكل التايب والشيب بتاع الكلوزنج اليمنت بتفرق جامد قوي. طيب لو جبنا مثلا فور اكزامبل يعني بول فالف، ايه اخبار بول فالف؟ هو عباره عن كوره، كوره يعني كوره ومخرومه سيلندر، لما يكون مفتوح على الاخر يبقى الكروس سكشن اريا بتاعه الميه الافكتيف هي المساحه دي كلها المتلونه بالازرق وهي دي الاريا افكتيف تمام. طيب حلو كلام جميل، لما اقفله 45 درجه اللي هي 50% من المشوار الاريا افكتيف هتبقى الحته دي بس، ايه ده؟ ده دي مش نص الاريا بتاعه الماسوره بالظبط. العلاقه بتبقى هايلي نون لينير، بتختلف حسب شكل الايه الفالف وحسب الايه الديزاين بتاع الاليمنت الكلوزنج اليمنت بتاعه. طيب لو ناخد مثلا اكزامبل للسيركولر جيت فالف، السيركولر جيت فالف ده محبس بوابه مدوره والماسوره برضو ايه مدوره. طيب الفالف اللي احنا بنتكلم عليه عاوزين نرسم الكيرف دلوقتي اللي هو عباره عن الاوبننج اريا اللي هي الاوبننج اريا اللي مفتوحه للميه اللي هي الاريا افكتيف، بتتغير ازاي مع البرسنت opening. بس المره دي بدل ما احط percent opening بحط percent closure عشان ايه الخبطك اكتر تمام. percent closure يعني نسبه الايه الغلق بتاعه المحبس. طيب عشان نفهم يعني الزيرو كلوجر معناها fully opened لما يعني مفتوح هنا المحبس مفتوح على الاخر، 1 معناها fully closed معناها المحبس هنا مقفول على الاخر fully ايه fully closed. طيب ايه الاخبار بقى المحور الرأسي؟ المحور الرأسي ده عبارة عن المساحة دي. طب المساحة دي بتتغير بقى حسب الدايمتر كام وبتاع؟ لك لا ما انا هخليها هي كمان dimensionless، فبالتالي اعلى مساحة خالص موجودة اللي هي اللي فوق دي هتبقى 100% من مساحة المحبس لما يكون مفتوح 100% اللي هي عبارة عن نسبة الاريا الافكتيف على الاريا نود. المحور ده عبارة عن الاريا افكتيف مقسوم على الاريا نود او الاريا فوليا بتاعت الايه بتاعت الفول. طيب فبالتالي لما يكون الفالف fully opened يعني عندي 0% closure بتبقى المساحة 100% من المساحة المفتوحة لما يكون الفالف مفتوح على الآخر. طيب خلاص كويس شيء جميل. كل ما الفالف يجي بقى يتقفل كل ما المفروض كيرف المساحة ده يجي ينزل يقل، مساحة تقل لحد لما نوصل في الآخر فين بقى؟ عند الفول كلوجر، لما نوصل خالص عند ال 100% كلوجر اللي هو المحبس اتقفل على الآخر المفروض تنزل المساحة لزيرو، تبقى المساحة ساعتها إيه؟ زيرو. اللي أنا بتكلم فيه بقى دلوقتي الكيرف بقى ما بين النقطة دي والنقطة اللي تحت دي بيتغير إزاي بقى في ديورنج الإيه الكلوجر خلال الإيه المشوار ده؟ هل بينزل بقى خط مستقيم؟ هل هو عبارة عن لينير كيرف؟ ولا نون لينير شكله عامل ازاي؟ تعالى نتفرج بقى على الانيميشن دي. بيقول لك ايه؟ تعالى تخيل كده ان انا هقفل الفالف ده المشوار بتاعه هقسمه الى ست ايه لفات او ست يعني ست نزلات متساويه. خلاص ست نزلات متساويه. لو انا بلف العجله من فوق وافترضت معاك ان المحبس ده هيبقى فولي كلوز في ست لفات، فكل لفه انا بلفها الفالف هو لينير موشن بينزل بنفس مقدار الديسبيسمنت اللي هو بايه بينزلها في كل لفه، كل لفه قد بقى قد الايه قد الثانيه. طيب اللفه الاولانيه هنتخيل كده مع بعض نزل بالظبط المسافه دي اللي هي من هنا لحد هنا. طيب ايه اللي حصل؟ قالك حصل بلوكج لجزء من المساحه اللي كانت الميه ماشيه فيها وبقت الاريا الافكتيف بقت هي الايه ما تبقى اللي هو مش متلون. طيب قلت قد ايه؟ قالك قلت حاجه بسيطه، دول دي المساحه اللي احنا ايه اللي احنا شلناها تمام لما قفلنا الفالف اول لفه. طيب كويس، او خلينا نلونها كده بالاحمر. طب تعالى ننزل اللفه الثانيه which is identical للفه الاولانيه. طبعا اللفه الاولانيه اللي عملناها اللي احنا نزلناها دي نزلت الاريا من هنا لحد هنا، ده الايفكت اللي عملته اول لفه دي نمبر 1 تمام، اللي هي هنا نمبر ايه نمبر 1 اللي هي اول نازله للجيت فالف. طيب تاني نازله ايه اللي هيحصل بقى؟ هنكتشف ان اللي هيحصل في تاني مره
اكتر بكتير من اللي حصل في اول مرة. يعني خلينا ناخد بقى لون تاني، ناخد مثلا لون اصفر، تمام، وتعالى نشوف مع بعض ايه الاديشنال اريا اللي بلوكت نتيجة الغلق بتاع اللفة التانية. اللفة التانية قفلت لك المساحة الصفرة دي بالاضافة للي كان مقفول قبل كده في الاحمر. طبعا هتلاقي ان الاصفر ده لما تيجي تبص له اكبر من الاحمر، فعشان كده تلاقي ان الايفكت اللي عملته اللفة التانية، اللفة التانية الايفكت اللي عملته اللي هو من هنا لهنا، ده الايفكت بتاع اللفة التانية، ماشي، الاصفر مش باين، اكبر من الايفكت اللي عملته اللفة ايه الاولانية. طب اللفة التالتة هتلاقي الايفكت اكبر واكبر، تمام. طب اللفة الرابعة هتلاقي اكبر من اللفة التالتة، فهتلاقي ان اكبر لفة خالص فيهم هتبقى اخر لفة، تمام. فالفالف ده اللي هو سيركل جيت فالف، الفانكشن بتاعته ما طلعتش لينير خالص، طلعت هايلي هايلي نون لينير، تمام. طب شكلها عامل ازاي؟ هنلاقي ان اخر لفة، اخر لفة اللي هي اللفة دي، الايفكت بتاعها اكبر بكتير من اول، من اول لفة. فلما نيجي نبص على الكيرف هنلاقي ان اخر لفة خالص اللي هي نمبر 6، المسافة دي كلها اللفة رقم 6، على الرغم ان هي على المحور المسافة الطولية اللي بتنزلها البوابة واحدة كلهم زي بعض، بس عشان المساحة اللي هي قفلتها رقم مساحة كبيرة جدا، فبالتالي الايفكت بتاعها جوه الفالف، جوه الماسورة يعني، كان اقوى بكتير من اللفة اللي قبلها، اللفة نمرة 5، واقوى 5 كانت اقوى من لفة 4، واضعف واحدة خالص هي اللفة رقم 1. طب نوصف ايه بقى بالكلام ده؟ قالك الفالف ده بنسمي الكلوجر بتاعه، بنوصفه حاجة اسمها اكسلريتد، اكسلريتد كلوجر، بنوصفه كده. يعني ايه اكسلريتد كلوجر؟ يعني غلق متسارع. يعني الفالف ده على الرغم ان انا بقفله من بره بمعدل لينير ثابت، افترضت ان انا بقفل الست لفات دول كل لفة باخد فيها مثلا ايه 10 ثواني، 10 ثواني، انا لو بقفل بره بايدي معدل ثابت، اللي بيحصل جوه الماسوره ما بيحصلش بمعدل ثابت، بيحصل متسارع. متسارع يعني ايه؟ اللي بيحصل في اول لفه اقل من الثانيه، اقل من الثالثه، واخر اخر لفه هو اللي ايه اللي فيها الشغل كله. طيب هل ده في كل المحابس كده؟ قالك لا، لو جبنا بقى باترفلاي فالف، طبعا باترفلاي فالف الانيميشن بتاعته كانت صعبه شويه، بس اكشولي نفس الكيرف ده لو هرسمه للباترفلاي فالف هتلاقيه مختلف شويه. ليه بقى؟ باترفلاي فالف في الاول هو مفتوح على الاخر، ده شكله اللي هو الجيت ديت اللي هي دي، ده الديسك كده. اول لما يلف اول لفه، لفه صغيره زاويه مثلا 5 درجات ولا حاجه، بيقفل مساحه من الماسوره كبيره جدا، اكبر بكتير من اللي بيتقفل في اخر لفه. يعني بص الكومباريزن بين الوضع ده والوضع ده، هتلاقي الفرق في الايفكتيف اريا اقل بكتير من اللي عملته اول لفه. انا اول لفه الديسك كان في السنتر بتاع الماسوره، واول لما لف حاجه بسيطه قفل حته كبيره من الاريا بتاعه الماسوره. انا ما بتكلمش على اللوسز خالص دلوقتي، ما بتكلمش على اللوسز، ماليش دعوه باللوسز، انا بتكلم على الاريا الايفكتيف اللي بتعدي الميه كمساحه. طيب فلما اجي ارسم الكيرف ده هيبقى شكله عامل ازاي؟ المفروض هيبتدي من 1 ويخلص عند 1 اللي هو من نفس، زي نفس الكيرف تاني بالظبط، بس كيرف مش هيبقى لينير. المره دي هيبقى عامل ازاي بقى؟ هيبقى ديسيلريتنج كلوجر، اللي هو في الاول بيبقى سريع وبعدين المعدل بتاعه بيبقى ابطا مع الغلق. هو بيتقفل كده، الاريا بتقل، والمعدل في الاول بيبقى سريع وبعد كده بيقل. ايه بيقل؟ مع ايه؟ مع الغلق، تمام. فده بيسموه ديسيلريتنج كلوجر، الغلق متناقص التسارع، يعني المعدل بتاع الغلق بتاعه ايه بيقل مع الغلق يعني، تمام. المهم يعني لما نيجي بقى نعمل الاكسرسايز ده لكل المحابس اللي احنا شفناها مع بعض، يعني هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى كل فالف ليه شخصيه، كل فالف هيبقى ليه كاركترستيك بيعبر عنه وعن شكل الاليمنت بتاعه، وهو بيتقفل ازاي، وشكله وهو بيتقفل بيغير ازاي في الاريا بتاعه الفلو بتاع الميه يعني. فلو جينا نرسمهم على بعض، دي نفس المحاور، هي برضو percent closure من 0 ل 1 والاريا effective من 0 لحد 1. هنلاقي ان في محابس زي ما انت شايف كده، المحبس اللي فوق ده في الاول ايه؟ انا بقفل كده، كده انا بقفل والافكتيف اريا بتقل في هذا الايه؟ الاتجاه. فوانا بقفل الفالف، الفالف الفوقاني ده ايه اخباره؟ هتلاقيه في الاول بيتدلع، ما بيعملش حاجه، يعني انت عمال تقفل ومفيش افكت بيحصل قوي جوه الايه؟ جوه الفلو، لحد لما يجي يشد في الاخر، بيشد في الاخر، تمام. فده بيسموه اكسلريتد ايه كلوجر، وده اكزامبل ليه اللي هو الايه الجيت فالف، سيركلر جيت فالف.
بينما الباترفلاي فالف هو المحبس اللي تحت خالص ده، ده العكس، ده ديستريتد كلوجر، لان هو في الاول بيبقى سريع وبعدين المعدل بتاعه بيتناقص وهو بيقفل. في محابس كتير جدا بقى في النص، كتير منهم بقى المحبس الاسود ده اللي هو اللي هو ده قصدي اللي هو الازرق ده، ده اللي هو بيبقى لينير، خط مستقيم، وده اللي هو احد اشكال الجلوب فالف. طبعا الجلوب فالف في منه اشكال حسب الديسك اللي هو اللي بينزل بيستون دوت، بس من ضمن مزايا الجلوب فالف الخطيره انه ممكن يتعمل الديزاين بتاعه ان الكلوزنج اليمنت بتاعه لما يجي يتحرك انت العجله من فوق يقفل، يغير الايفكتيف فلو اريا بشكل لينير مع الستروك بتاعته، يبقى خط مستقيم، علاقه لينير تماما، خط مستقيم. عشان كده الناس بتقولك ده ممتاز، ده حلو قوي، ده في الكنترول هيبقى حاجه كويسه جدا يعني. تمام. طيب المهم بعد ما خلصنا كده، احنا كده فهمنا دلوقتي يعني ايه فالف كلوزنج كاركترستكس، ولقينا ان في عندي مجموعه من الكيرفات تعبر عن شخصيه المحابس. الكيرفات دي بيسموها الانهيرنت فلو كاركترستيك كيرفز، انهيرنت فلو كاركترستيك كيرف، عامل زي الايه الكيرفات اللي هي بتاعه البامب كيرف اللي خارجه من المصنع، كل بامب تخرج معاها كيرف كده يعبر عن امكانيات البامب دي، او يعني الباور بتاعها عامل ازاي، الهيد كيو كيرف بتاعها بيتغير ازاي مع الـ مع الـ تغير الهيد بيتغير ازاي مع تغير الكيو للبامب يعني. فنفس الكلام بالنسبه للمحابس، المحبس بيبقى ليه شخصيه، بيبقى خارج من المصنع، بيبقى وارث الشخصيه دي من الـ من الـ من شكله او من العيله بتاعته. انا كل الجيت فالف شغاله بالمنظر ده، كل الباتر فالف شغاله بالايه بالمنظر ده، فبيسموا دي الانهيرنت. انهيرنت يعني حاجه زي وراثيه او يعني علاقه هو ورثها اكشولي من الكاتيجوري اللي هو عايش فيه يعني. تمام. طيب في بقى حاجه بقى ناخدها بقى دلوقتي نربط الدنيا ببعضها. بيقولوا ان الكيرفات دي بالظبط هي نفس الكيرفات اللي احنا كنا رسمينها من شويه اللي هي السي في مع البرسنت اوبننج. ازاي بقى؟ احنا من شويه كنا رسمين شويه كيرفات اللي هي الكيرفات دي، دي عباره عن البرسنت اوبننج مع السي في على سي في فول، ماشي اوكي. دلوقتي بقى بيقول لك انه الكيرفات اللي احنا لسه رسمينها دلوقتي بتاعت الفالف كلوزنج كاركترستكس هي بالظبط الكيرفات بتاعت سي في على سي في فول. ازاي يعني؟ ازاي الكلام ده جه منين؟ خلينا نبص مع بعض. بيقول لك let's consider two different valve openings one and two. عندي valve وهفتحه فتحة اسمها فتحة 1 وفتحة تانية اسمها فتحة 2، اوكي. طيب فالمفروض الفتحة الاولانية اسمها 1، السي في بتاعتها اسمها سي في 1، عبارة عن الكيو اللي ماشية في الفتحة دي على جذر دلتا بي البريشر دروب في الفتحة المناظر للفتحة دي. الفتحة 2 هيبقى هي نفس الكلام، سي في 2 بيساوي كيو 2 على جذر دلتا بي 2. طب لو قسمت الاثنين دول على بعض هيبقى ايه بقى؟ النسبة ما بين السي في للفتحتين دول لبعض سي في 1 على سي في 2 هتساوي كيو 1 على كيو 2 في جذر دلتا بي 2 على جذر دلتا بي 1. ده من الديفينيشن بتاع الفالف فلو كوفيشنت سي في. طيب احنا قلنا بقى في الاول خالص ان الكاركترستكس اوف فلو ثرو ذا فالفز similar to the characteristics of flow through orifice. طب الاورفيس ايكويشن بتبقى ايه بقى؟ بتقول لك الاورفيس كيو بيساوي كوفيشنت اوف ديشارج سي دي مضروب في الاريا الايفكتيف بتاعت الاورفيس اللي هي الاريا بتاعت الاورفيس اللي بتعدي الميه، اريا الاختناق، تمام، في جذر 2 جي دلتا بي اللي هو بريشر دروب اكروس الاورفيس اللي هو بيزق الميه من الاورفيس يعني. فلو هطبق الايكويشن بتاعت الاورفيس دي مرتين، مره في حاله الفتحه الاولانيه اسمها كيو 1 هعوض فيها بالاريا بتاعتها الاريا 1 والبريشر دروب دلتا بي 1، ومره تانية في حاله كيو 2 هعوض فيها بالمساحه اريا 2 الاختناق الثاني والبريشر دروب المناظر دلتا بي 2. كويس، لو قسمت الاثنين على بعض هتطلع في الاخر ان كيو 1 على كيو 2 بيساوي الارقام دي. ممكن تحط الاثنين دول في بعض هتوصل في الاخر ان الريشيو بتاع سي في 1 على سي في 2 هتساوي اريا 1 على اريا 2. ده معناها ايه بقى؟ ده معناها ان الريليتيف تشينج للايفكتيف فلو اريا بتاعه الفالف وهو بيتقفل هي بالظبط الريليتيف تشينج في الفاكتور اللي هو الفلو كوفيشنت سي في اللي هو عباره عن كيو على جذر دلتا بي. من هنا بقى نرجع نقول ان اختيار الناس ان سي في بيساوي كيو على جذر دلتا بي ما كانش اعتباطا، ما كانش بيقولوا طب اشمعنى دلتا جذر دلتا بي؟ ليه ما قسموش على دلتا بي سكوير؟ ليه ما قسموش، ليه ما خلوش هنا كيو سكوير على جذر دلتا بي؟ ليه ما عملوش كيو على دلتا بي على طول؟ يعني اشمعنى يعني؟ لا ما هو عرفنا دلوقتي ان هو في الاخر خالص ان الفاكتور ده اللي هو السي في يعبر عن الفاريشن اللي بيحصل في الفالف للافكتيف فلو اريا اللي هي الاورفيس اريا اللي بتعدي الميه من خلال الفالف ده.
طيب في الاخر خالص دي بتاع conclusion عاوزين نوصله مهم قوي، ان ال variation of valve flow coefficient CV is a close approximation to variation in valve flow area او close approximation لل variation لل valve flow area. فلو خدت نفس الكيرفات اللي لسه رسمها من شوية حالا اللي هي ال area على area node او ال area effective على area node في ال valve مع ال percent opening او percent closure، هلاقي هي بالظبط نفس الكيرفات، بس هشيل المحور ده واكتب بدل اريا على اريا افكتيف هكتب سي في على سي في فول، تطلع نفس الكيرفات بالظبط، انها كيرفات دايمنشنلس في الاخر، مفيش وحده هنا، هي من 0 ل 1 والمحور الافقي والراسي الاثنين دول من 0 لحد 1. طيب من هنا بقى نرجع بقى للملفوظ اللي احنا لفظناه من شويه اللي هو الانهيرنت فلو كاركترستكس، بيقول بقى في الاخر ايه ان مجموعه الكيرفات بقى دلوقتي اللي هي بيرسنت اوف ماكسيمم سي في اوبننج اللي هي سي في مقسومة على سي في فول لكل محبس من دول، تمام؟ هي ريشيو من زيرو لحد مية، والمحور الأفقي فالف اوبننج، رجعنا خلينا اوبننج دلوقتي ما بقاش كلوجر، عشان كده الكيرفات دي هتلاقيها بتزيد كده، بينما الكيرفات اللي هي دي كانت العكس مقلوبة. ليه؟ ان هنا كلوجر، لكن هنا المحور الأفقي هيبقى بيرسنت ايه؟ بيرسنت اوبننج، تمام؟ فهتلاقي الكيرفات بتزيد العكس يعني. فتلاقي ان ايه بقى مجموعة الكيرفات دي اللي هي عبارة عن الـ valve opening percentage مع الـ CV على CV full او CV على CV full percent, percent of CV، تمام؟ دي تمثل الـ inherent flow characteristics او اللي هي الـ characteristics بتاعت المحبس اللي ورثها من تصنيفه، ان هو ده الراجل ده شكله circular gate valve، فكل circular gate valves بيتكلموا على characteristics الكيرف الاحمر، ايه الاحمر ده، تمام؟ البترفلاي فالف بيتكلم في الكيرف الاخضر ده اللي هو بيسميه بقى الاسم العام بتاعه مش باسم البترفلاي فالف، في محابس كتير بتشترك معاه في الكاركترستيك ده اللي هي اسمها الايكوال بيرسنتج، في كاركترستيك لينير اللي هو بيبقى خطي علاقه لينير، في حاجه اسمها كويك اوبن، في حاجه كتير طبعا موجوده ايه موجوده في النص. طيب ايه الفرق بقى اللي انا يعني ايه اللي انا هستفيده من حاجه زي كده؟ قال لك الكيرف ده يعبر عن شخصيه المحبس، يعبر عن شخصيه المحبس اللي هو جاي مولود بيها الخارج بيها من المصنع. طيب يعني اعمل ايه بالشخصيه دي؟ يعني قالك بص يا سيدي، بتفرق كتير جدا دلوقتي لما اجيب فالف زي الجيت فالف مثلا، نفترض الكيرف الاحمر ده احد امثلته اللي هو الجيت فالف اللي هو سيركلر جيت فالف، تمام؟ لما اجي اقفل الجيت فالف اركبه في سيستم واجي اقفله، ايه اللي هيحصل؟ الفالف ده هيتعامل هيتصرف ازاي؟ هيتصرف في شخصيته، تمام؟ اللي هي عباره عن ايه؟ لما يجي يتقفل هيبتدي من اول 100% اوبننج، يعني من اول النقطه دي، وهيرجع كده انا بقفل دلوقتي، وانا بقفل بقلل الايفكتيف فلو اريا، وبالتالي قيمه السي في بتقل. طبعا السي في لما تقل الكي في اللي هي اللوسز بتزيد، كله مربوط ببعضه، كل حاجه مربوطه ببعضها. طب الفالف ده هيتصرف ازاي بالانهيرنت كاركترستكس بتاعته اللي هو وارثها؟ هتلاقيه في الاول عمال يدلع، ما بيعملش حاجه، الايفكت بتاعه بطيء جدا 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 في السيستم، هتلاقي نفسك قفلت دخلت على 70% دلوقتي وصلت 30% هنا اهو، تمام؟ 70% من المشوار والإفكت اللي هو عمله لي جوه الماسوره حاجه لا تذكر، حاجه بسيطه قوي، مفيش مجيش غير 15% ولا حاجه من السي في فول، ويجي في الاخر يشد بقى في اخر كام لفه القرب قرب يقرب الزيرو، قال لك ايه ده احنا لازم ننزل للزيرو، فيبتدي بقى في الاخر يشد، وعشان كده بيسموه اكسلريتد كلوجر او بيسموه كويك اوبننج، جت من كلمه كويك اوبننج دي، ان لو بفتحه بقى، لو انا بعكس بقى بفتح ببتدي من هنا، هتلاقي في الاول اول كام لفه وانت بتفتح بيفتح معاك بسرعه جامد، بيدخل طلع ميه كتير، تمام؟ عكس طبعا الايه لما بيجي تقفل يعني، فتلاقيه في الاول بيطلع ميه كتير وبعد كده في الاخر ايه ما بيفرقش كتير، اوكي؟ غير البترفلاي فالف هتلاقيه في الاول بينزل بسرعه وبعد كده ايه بيقل، وفي ناس تانية بقى لينير اللي هي المعتدله، العلاقه لينير اكروس الستروك بتاعتها، الايفكت اللي بتعمله اللفه الاولانيه زي الثانيه زي الثالثه زي الرابعه كانهيرنت كاركترستكس. في الاخر خالص الكيرف اللي انا رسمه ده ما هواش الكيو اللي هتمشي في السيستم، لا خالص، ده بيعبر عن تغير المساحه اللي جوه الفالف اللي بتعدي الميه مع البرسنت اوبننج، او تغير السي في اللي هو في الاخر بيعبر عن الكي في اللي هي الكي ال يعني اللي اللوس كوفيشنت اللي بيحسب منه اللوسز في الاخر اللي في الفالف مع البرسنت ايه اوبننج بتاعه الايه الفالف. طيب نكمل بقى يعني، طب بعد كده ايه بقى اللي انا استفدته بقى لما عرفت الكاركترستكس بتاعه المحابس دي؟ بص من الاخر خالص الانهيرنت فلو كاركترستكس دي احنا فهمنا منها ازاي الفالف بيتصرف لما يجي يتقفل، بيغير ازاي الايفكتيف فلو اريا، بس طب مش ده اللي انا مهتم بيه، انا نفسي في الاخر خالص هستعمل المحبس ده في السيستم، انا جايب المحبس ده ليه؟ جايبه علشان احطه في سيستم وان انا اتحكم فيه بحاجه في السيستم ده. يعني بص نفتكر السلايد اللي احنا رسمينها دي مع بعض، احنا قلنا فيها ايه؟ ان الفالف ده انا حاطه علشان اظبط يا اما البريشر هنا برقم معين في الابستريم،
يا اما انا اظبط البريشر في الداون ستريم برقم معين، يا اما اظبط الكيو اللي ماشي برقم معين. فانا عاوز اعمل كنترول بشكل بحكمه معينه، احط الفالف ده وافتحه فتحه معينه في السيستم عشان امشي كيو معينه في البايب لاين. فانا نفسي اعرف دلوقتي الفالف ده لما يركب في السيستم هيتصرف ازاي، ده اللي انا مهتم بيه دلوقتي. تمام. طيب فقال لك طب ثم الانهيرنت فلو كاركترستيك كيرفز اللي انت لسه بتتكلم عليها بتقول لك المعلومه دي. بتقول لك ايه؟ بتقول لك مع البرسنت كلوجر الفالف ده بيغير الفلو اريا بتاعته ازاي. لا لا لا، مش ده اللي بدور عليه. انا بدور مع البرسنت كلوجر الفالف ده بيغير الكيو ازاي. فدلوقتي انا عاوز اعرف دلوقتي when a valve is installed، لما يركب بقى فعلا في سيستم حقيقي، والسيستم ده طبعا انا اللي حاطه بقى، السيستم بتاعي مش اي سيستم. ما هو لما يركب في اي سيستم يتغير السيستم، اكيد هيتصرف في كل سيستم بشكل مختلف، ده هنشوفه دلوقتي مع بعض. انا عاوز اعرف لما الفالف ده يركب في السيستم بتاعي الفلوينج ديسشارج كيو، الكيو بقى اللي ماشي في السيستم هتتغير ازاي مع البرسنت اوبننج بتاعه الفالف. هو ده اللي انا عاوز ايه، عاوز اوصل له. طيب to get the flowing discharge in the system for a certain valve opening، هنعمل بقى اكسرسايز لطيف قوي مع بعض. ايه بقى اكسرسايز ده؟ بيقول طيب انا دلوقتي نفترض انا هعمل تجربه عمليه وهجيب فالف فعلا من الفالفز اللي موجوده هنا، هو كيرف الاحمر ده، اخترت الفالف ده وهاتهولي وجبت الكيرف بتاعه وقلت لك لو سمحت ركبه في السيستم ونعمل تجربه عمليه ونشوف الفالف ده هيتصرف ازاي فعلا في السيستم وهيغير الكيو ازاي مع البرسنت اوبننج بتاعته. طيب ماشي، هنعمل ايه بقى؟ هنجيب الفالف ده ونركبه في السيستم. اول حاجه هنعملها هنفتحه على الاخر. طب بعد ما افتحه على الاخر قال لك هات لي الكيو اللي ماشي في السيستم بكام. كويس. بعدين قال لك ارسم كيرف بقى دلوقتي. الكيرف ده هيبقى عباره عن الاتي بقى، المحور الراسي بتاعه هيبقى عباره عن الكيو، والمحور الافقي هيبقى عباره عن البرسنت اوبننج بتاعه الفالف. لما يكون 100% اوبننج هات الكيو اللي ماشيه، هنجيب قيمه. طب وبعدين هنقفل الفالف شويه، الكيو طبعا هتقل، احنا فاهمين ده كويس. هنجيب نقطه كمان، هنقفل ايه الفالف شويه كمان، نجيب كمان نقطه وهكذا، ونوصل في الاخر ونجيبين رسمين الايه الكيرف. يبقى احنا كده جبنا الكيرف اللي هو اللي انا بدور عليه، اللي هو اللي اسمه الانستول كاركترستكس، المحبس ده هيتصرف ازاي لما يركب في السيستم بتاعك. طيب تعالى نشوف، طب نحسب ده ازاي، نجيب ازاي القيم دي، ازاي نحسبها. يعني قال لك بص تعالى تخيل معايا ان انا دلوقتي عند سيرتن اوبننج، يعني تمام كده. طيب وليكن مثلا عند فتحه 20%، انا عاوز اجيب دلوقتي الكيو اللي ماشي في السيستم عند الفتحه اللي هي 20% دي بكام. اجيبها ازاي؟ قال لك بص يا سيدي، اولا اول حاجه بعملها بخش على كيرف اللي هو الانهيرنت فلو كاركترستيك كيرف ده عند الفتحه 20%، اشوف لقيت ان النسبه بيقول لك الفالف اللي انت بختاره حضرتك عند الفتحه دي السي في بتاعته هي 70% من السي في فول. فبالتالي انا قدرت اجيب من الكيرف ده ان نسبه ان السي في بتاعه الاوبننج اللي هي عباره عن 20% اوبننج بتساوي 0.7 من السي في فول. اوكي. طيب انا هخش اجيب السي في فول ده، الراجل كان اداهاني، انا فاكر كان في جدول كده كان بيقول لك كل فالف من دول حسب الدايمتر بتاعه السي في فول بكام. فانا عارف السي في فول، بالتالي لما اضربها في 0.7 اللي هي النسبه اللي قريتها من الكيرف ده اللي هو الانهيرنت فلو كاركترستيك كيرف، قدرت اجيب قيمه السي في فعلا بتاعه الفالف عند الفتحه دي. طب بعد ما جبت السي في هعمل ايه؟ قال لك حولها لي الكي في اللي هي دايمنشنلس فاكتور اللي احنا كنا بنتكلم عليه، 890 في دايمتر الفالف على سي في سكوير. بس خد بالك من مين؟ من اليونتس. عشان تعوض في المعادله دي لازم ال 890 دي تشتغل معاك، لازم يكون الدايمتر ده بالانش، والسي في دي تعوض باليو اس جالون بير مينت بي اس اي اس نص. طيب بعد ما جبت الكي في يعني هنعمل ايه؟ قال لك هنعمل برنولي ايكويشن عادي خالص. هناخد السيستم بتاعك اهو ونقول والله السيستم بتاعي في فالف ثروتل دلوقتي فتحه بتاعته، الفتحه بتاعته 30% 20%. تمام. طب الدلتا اتش اللي هي اللي بتزق الميه المفروض جزء منها هيبقى فيه لوسز في الفالف اللي هي المسافه دي، المسافه دي اللي هي عباره عن الهيد لوست في الايه في الفالف، وما تبقى هو الفريكشن لوسز. فبالتالي هقول والله انت عاوز نفسك تعرف ايه، انا بدور على ايه؟ بدور على الكيو اللي هتمشي في السيستم في الوضع ده عند الفتحه اللي هي 20%. طيب ما هو انت المفروض دلتا اتش بنقول الايكويشن بتقول لك عباره عن توتال لوسز اللي هي عباره عن الفريكشن، ده ترم الفريكشن اهو، زائد الترم ده اللي هو عباره عن كي في 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 فالف سكوير. خلي بالك ان في فالف دي سكوير على توايس جي، ان الدايمتر بتاع الفالف ممكن ما يبقاش نفس الدايمتر بتاع البايب لاين. طيب بعدين انا بقى دلوقتي عارف ايه بقى في الايكويشن دي، انا عارف الدلتا اتش طبعا، انا عارف الدلتا اتش السيستم بتاعي انا اللي جايب السيستم، وبالتالي عارف الاف بتاع البايب، عارف ال طول المواسير، عارف الدايمتر بتاع المواسير. بدور على الكيو ده اللي انا بدور عليه، وبالتالي الفيلوسيتي دي برضه بتاعت الفالف بدور عليها، ما اعرفهاش، انا ما اعرفش الكيو بكام. أو ممكن اشيل الفيلوسيتي فالف دي واحطها بالكيو على الاريا بتاعت الفالف، الاريا بتاعت الفالف اللي هي عباره عن كيو على الباي سكوير سوري على باي في دايمتر الفالف سكوير على 4 فوق.
تمام، دي هي الفيلوسيتي. تمام هربع الكلام ده كله عشان هنا الفيلوسيتي هنا ايه موجوده سكوير. في الاخر خالص الكي في انا عرفتها، جبت منين الكي في؟ ان انا من الانهيرنت فلو كاركترستيك كيرف اللي انا لسه شايفه من شويه ده، انا عارف ان الفتحه 20% دي ليها سي في على سي في فول بكام، ومن السي في قدرت اجيب الكي في، فبالتالي انا عارف الكي في، ومن الكي في بقيت انا عارفها، بقيت كل حاجه في المعادله دي عارفها. المجهول الوحيد هو مين؟ هو الكيو. جيب الكيو. بعد ما جبت الكيو انت كده جبت نقطه واحده بس من على الكيرف ده. الكيرف ده اللي هو مين بقى؟ اللي هو العلاقه ما بين البرسنت اوبننج. بعد ما جبت الكيو انت كده جبت نقطه واحده على الكيرف ده، تمام. بعدين هنبتدي بقى ايه الكيرف ده، اللي هو عباره عن العلاقه ما بين الكيو اللي ماشيه في السيستم، بس هقسمها على كيو فول. كيو فول لما يكون الفالف مفتوح على الاخر، وهوقعها مع البرسنت اوبننج. طبعا كل ما الفالف يتقفل كل ما الكيو تقل لحد ما توصل في الاخر لايه؟ للزيرو، وتوصل في الاخر لاعلى قيمه خالص اللي هي مين؟ اللي هي ال1 اللي هي قيمه الكيو فول. طيب ماشي، الكيرف ده ايه ده بقى علاقته بقى ايه؟ ايه معناه الكيرف ده؟ الكيرف ده مفيد جدا. استفيد بيه في ايه بقى الكيرف ده؟ دلوقتي الفالف ده لو انت جايبه في السيستم عشان تتحكم في الكيو، طيب استفيد بيه ان انا اقول لك ايه؟ انت نفسك في كيو بكام النهارده؟ نفسي في الكيو تبقى ب 100 لتر ثانيه. طب 100 لتر ثانيه دي كام في المية من الكيو فول؟ هتلاقي مثلا 60%. طب نيجي عند 60% من الكيو فول، نخش في الكيرف نقرا الفتحة المطلوبة من المحبس عشان حلمك ده يتحقق، عشان تقدر فعلا تجيب الكيو اللي انت نفسك فيها. طب لو عاوز اغير الكيو وبكرة غيرت رأيي، لا انا عاوز الكيو تبقى اكبر شوية، في الحالة دي خش بالكيو الجديدة اللي انت نفسك فيها، تمام، تخش تجيب الفتحة المناظرة للفالف. او لو انت عندك فتحة فالف ونفسك تعرف هتعمل الكيو بكام، تخش في الكيرف ده، تمام، عند الفتحة اللي انت نفسك فيها، تمام، تقدر تجيب الكيو اللي هتبقى ماشي في السيستم بكام. خد بالك بقى من حاجة بقى، الكيرف ده سيستم سبيسيفيك. يعني ايه سيستم سبيسيفيك؟ ينفع بس السيستم بتاعك، ما ينفعش تطبقه على اي سيستم تاني، سيستم بتاعك انت بس. ان ده جبناه منين؟ جبناه من تعويض في الايكويشن دي، اللي داخل فيها ايه؟ داخل فيها الاف بتاع السيستم بتاعك، وداخل فيها ال، وداخل فيه الدلتا اتش بتاعك، ده بيتغير من سيستم للتاني الكلام ده، وداخل فيها دايمتر بتاع البايبس. دايمتر دي هي دايمتر الماسوره، ده مش دايمتر الفالف، دايمتر الفالف محطوط هنا جوه الايه؟ الفيلوستي، تمام. الحاجه الوحيده اللي جايه من بره اللي هي الكي اللي هي بتاعه المحبس، اوكي. فبالتالي المحبس بتاعك ده لو ركب في سيستم هيطلع كيرف غير لو ركب في سيستم تاني. كل ما تغير السيستم انت بتغير الارقام دي، بتغير الاف والال والدلتا اتش والاي والديامتر، وبالتالي اكيد الريزلت النهائي اللي هي الكيو هتتغير، وشكل الكيرف ده هيبقى شكله متغير. فالكيرف ده سيستم سبيسيفيك، فعشان كده بيسموه الانستولد فالف كاركترستيك كيرف. انستولد يعني تركيبي، يعني هو ركب بيه وهيشتغل بيه في السيستم، هو ده شكله، ده الكاركترستيك الحقيقيه اللي هتحصل جوه السيستم ده. طبعا الكيرف ده اصلا داخل في الحسبه بتاعته الكيرف الانهيرنت، صح ولا لا؟ شكل الكيرف بتاع الايه؟ الانهيرنت كاركترستيكس داخل في الايه؟ في الحسبه دي، اللي هو الكيرف ده. الكيرف ده طبعا لو شكله اتغير بنفس السيستم اكيد هيطلع كيرف مختلف، يعني كيرف الانستول في الاخر ده فانكشن في الفالف اللي انت جايبه، وارث من جدوده كيرف شكله عامل ازاي، وفانكشن في السيستم اللي هو هيركب فيه بقى طوله قد ايه، والاف بتاعته قد ايه، والال والكلام ده كله. طيب فبالتالي خلينا نلخص بقى الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي. نقول لو انا عندي فالف او مجموعه من المحابس وجيت قفلتها بمعدل ثابت من فوق، قفلتها بمعدل ايه؟ لينير. ايه اللي بيجرى جوه الماسوره؟ هتلاقي ان الايفكتيف فلو اريا مع البرسنت كلوجر بتتغير حسب نوع المحبس. في محابس تبقى لينير، في محابس تبقى اكسلريتد كلوجر، في محابس بديسلريتد كلوجر، في محابس بتدلع في الاول بتشد في الاخر، في محابس بتقسم المشوار بتاعها الايفكت بتاعها الاريا الايفكتيف معدل ثابت along الستروك، في ناس ثانيه بتشد في الاول وبعدين بتريح في الاخر. طيب في الاخر خالص المحابس دي بقى اللي بتشد في الاول وبتريح في الاخر، والمحابس اللي بتشتغل لينير دي والمحابس دي كلها، لما تركب بقى في السيستم بتاعك انت هتتصرف ازاي؟ هل هيبقى نفس الشكل؟ لا طبعا مش نفس الشكل. لما تيجي تحط الكيرفين دول جنب بعض بقى، ده الانهيرنت اللي هو جاي طالع بيه الفالف من المصنع، وده الانستولد اللي هو المفروض الفالف هيتصرف بيه فعلا جوه السيستم بتاعك. ليه الكيرفات طالعه شكلها مختلف؟ ليه طالع شكلها مختلف؟ بسبب ان في تشوه حصل في الكيرفات. دلوقتي من هنا لهنا انت زودت على الفالف ايفكت بتاع الاف بتاع المواسير وطول البايبس والديامتر بتاع البايب وقيمه الدلتا اتش، دول بيخشوا معاك في التحويله من الكيرفات الزرقاء للكيرفات الحمراء، فطبيعي ان الكيرف شكله اتغير. الكيرف شكله هيتغير بس ريلاتيف لبعض هتلاقيهم زي بعض. ازاي بقى؟ يعني لو كان الباترفلاي فالف كان تحت خالص والسيركلر جيت فالف فوق خالص،
كومبير لبعض هتلاقي البترفلاي فالف في الانستول كاركترستكس اللي هي كيو على كيو فول بقى هتلاقي تحت خالص، والجيت فالف هيبقى فوق برضو ايه فوق خالص، والجلوب فالف هيبقى في النص هيفضل موجود برضو ايه في النص، ودي علاقه هي كيو على كيو نود اللي هي الريلاتيف، هي برضو دايمنشنلس، كل حاجه برضو ايه دايمنشنلس. فخلينا نقول انه اكشولي في الاخر ده كونكلوجن، ان انت دلوقتي عندك فالفز بتركب عندك في السيستم، بيبقى في علاقه اسمها انستولد فلو كاركترستيك كيرف، ده علاقه ما بين الفلو تشينج اللي هو كيو على كيو نود او الدايمنشنلس كيو على كيو نود تمام، مع البرسنت كلوجر اللي هي الفالف اوبننج بس كلوجر بقى المره دي. فمفروض كل المحابس عندك لما يكون 0% كلوجر يعني مفتوح على الاخر، الكيو تبقى اكبر ما يمكن اللي هي كيو كيو فول يعني. هنا في الحاله دي بتوصل لحاجه اسمها كيو فول اللي هو لما يكون المحبس ده مفتوح على الاخر تمام. طيب وبعدين كلهم بلا استثناء بيشتركوا في النقطه الاخرانيه اللي هي البرسنت كلوجر، بتوصل ل 100% بتوصل في الاخر ان انت المحابس الكيو بتبقى زيرو، كلنا بنوصل لزيرو بمنتهى البساطه مفيش اي مشكله. الفرق بقى ما بينهم ايه بقى؟ في محابس هتلاقيها وانت بتقفل، انا بقفل دلوقتي الفالف في هذا الاتجاه الكيو بتقل، في محابس لا الايفكت بتاعها ولا كانه موجود، طول ما انت عمال تقفل الكيو عماله تقل بس بتقل بمعدل بسيط جدا جدا جدا، وتيجي في اخر كام لفه اخر كام لفه في الفالف تكتشف ايه ده احنا المفروض نوصل للزيرو، فتيجي تشد في الاخر، فبالتالي ده بيسموه اكسلريتنج كلوجر، ده زي سيركلر جيت فالف. الفالف ده في منتهى السوء بالنسبه للكنترول. تخيل معايا دلوقتي لو انا فالف قررت ان انا اشتري الفالف ده تمام واعمل بيه كنترول في السيستم، طيب انت نفسك في ايه؟ نفسك في كيو 50% من الكيو اللي ماشيه فول. طيب 50% من الكيو يعني هاجي عند 0.5 كده واقوم جاي في الكيرف اللي هو الانستولد كاركترستيك كيرف اللي هو ده راكب بقى في السيستم بتاعي، اقرا الفتحه المطلوبه هلاقي ان مطلوب منك ان هيك الفالف ده يتقفل 95%. ياه 95% ده ايه ده؟ 95% ده حاجه سيئه جدا يعني، الرقم ده يعني يعني صغير قوي، 95% كلوجر دي معناها فتح 5% بس، معناها الفالف ده لازم عشان يقدر ينزل الكيو للنص يتقفل 95% مشوار بتاعه، يعني يعمل ريستريكشن كبير جدا جدا، وفي الاخر خالص يعني اللصص فيه اي كلام، فبالتالي هو شخصيته ضعيفه مش قادر ياثر في السيستم غير ينزل الكيو للنص بس. اوكي طيب لو انا قلت لك طب بدل ما هي 0.5 خليها 0.4، هقول لك اه حاضر نخش عند 0.4 بقى، دي نقرا بقى الرقم الجديد هتلاقي الرقم ده بقى 95.5%. طب ما هو فين الاكيورسي بقى بتاعت الكنترول؟ انا دلوقتي لو انا اللي بتحكم وعاوز اظبط بقى اعمل فاين تيوننج هلاقي نفسي ان بلعب في اجزاء من اللفه، وفي الاخر خالص ما بعرفش ان انا اعمل اكيوريت كنترول للفلو في السيستم. دي اول مشكله. تاني مشكله ان اكشولي الفتحات الصغيره قوي دي اكيد هيحصل فيها كافيتيشن، اكيد الريستريكشن بيبقى عالي جدا، البريشر بي مينيمم هيبقى قليل قوي هيوصل اكيد للايه للفيبر بريشر. طيب مشكلته زي ما انت شايف ان هو مش موزع الشغل بتاعه بمعدل يعني لينير بقدر الامكان طبعا على المشوار، يعني المشوار بتاعه والستروك بتاع الفالف لا ده هو معظم الشغل بتاعه بيعمله في اخر كام لف. طب قارنه ده بقى بالبترفلاي فالف اللي هو هنا في الحاله دي شكله افضل واحد ان هو لينير، ده ليه بقى؟ ان هو لا ده هو بيوزع الشغل بتاعه من بدري تمام، والمفروض بناء على الكيرف ده اللي عمله الجيت فالف عند 95% يقدر البترفلاي فالف يعمله عند فتحه حوالي 78 او 75% المفروض تمام. بس طبعا الكيرف ده يعني هو بس بيدينا فكره بس كده ان هو ان المحابس مش كلها بتتصرف زي بعض، هو ده اللي احنا عاوزين نخرج بيه از كونكلوجن. كل محبس بيبقى ليه كاركترستكس، الكاركترستكس بتاعته دي بيبقى وارثها من شكل الكلوزنج اليمنت بتاعه من المصنع اللي هو خارج بيه، بس الكلوزنج اليمنت ده لما يتحط في الاختبار الحقيقي بقى جوه السيستم بتاعك هيتصرف ازاي، هيغير الكيو ازاي مع البرسنت اوبننج بتاعته، هيحصل هيبقى شكله عامل ازاي، دي لازم نعملها بقى، نعمل الاكسرسايز اللي احنا قلنا عليه ونرسم الانستولد فلو كاركترستيك كيرف. المفروض في الاخر خالص لو انا عندي كذا فالف محتار ما بينهم ان انا عاوز اعمل كنترول للسيستم ومحتار اجيب جلوب ولا جيت ولا بترفلاي ولا ايه ولا ايه ولا ايه، وعاوز فالف يديني ذا موست اكوريت كنترول، موست اكوريت كنترول يعني كنترول يكون اكوريت قوي وحلو وممتاز يعني، فقال لك الافضل فالف اللي انت تجيبه اللي يبقى العلاقه الكيرف اللي هو الانستول كاركترستيك بتاعه يكون اقرب ما يكون من اللينياريتي، ان هو ده احسن حاجه. تخيل لو انت عندي فالف بيتصرف لينير بيرفكت لينير، معناها ايه بقى؟ انستول كاركترستيك مش انهيرنت، انستول كاركترستيك بتاعته بيرفكتلي لينير، ده معناها ايه؟ معناها ان 50% من الكيو عند 50% من المشوار، مش لازم تنزل لفتحات صغيره جدا عشان تقدر تفتح 25% من الكيو،
فبالتالي صعب او قليل او نادر مش هيحصل له كافيتيشن، وفي نفس الوقت كمان بيدي لك اكوريت كنترول. تمام، بس فده ده 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 اختيار الديزاين بتاع الفالف. طب الكيرفز اللي قدامنا دي بتقول كده بما لا يدعي الشك ان اكيد البترفلاي فالف ده احسن من الجيت فالف. طيب ماشي اوكي، في معظم الاحوال يعني البترفلاي فالف يبقى احسن من الايه، من السيركلر جيت فالف. لكن لما نيجي نرجع للكيرفات اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليها من شويه، احنا قلنا العلاقه بينهم من بعض الجلوب فالف في النص وده البترفلاي وده الجيت. طيب افهم من كده ان الجلوب فالف هنا المفروض هيبقى فين؟ في النص تقريبا. افهم من كده ان البترفلاي فالف هيبقى احسن من ده، من الجلوب فالف اللي هنا. ايه المفروض على الكلام اللي لسه قايله دلوقتي؟ الكلام ده سليم طبعا، البترفلاي احسن. طب ليه حضرتك كنت بتقول لنا ان ايام ما كنا بناخد الليكتشر اللي قبل ديت ان الجلوب فالف افضل واحد في الثروتلينج ابلكيشنز، الثروتلينج ابلكيشنز اللي بتعمل لوسز، اللي بتعمل كنترول، هو اللي احنا بنتكلم فيه ده؟ ليه قلنا ان الجلوب فالف احسن واحد؟ ما احسن واحد هو باترفلاي، واضح كده. لا معلش بقى، الكيرفز دي خالعه اللي انا شايفها من رسمها قدامي، دي بس فكره عن المحابس بتتصرف ازاي. لكن اكشولي المفروض الكيرفز دي ما تترسمش دايمنشن ليس، لازم تترسم بكيو بس مش بكيو على كيو 4. ليه بقى؟ ان الباترفلاي فالف الكيو فول بتاعته مختلفة تماما عن الجلوب فالف. يعني الجلوب فالف كيرف بتاعه كدايمنشن لسه هو فعلا هنا بادي من نفس النقطة اللي بادي منها الباترفلاي فالف، ده كلام سليم اهو، وخلصان عند زيرو، يعني من الزيرو للون. انا معاك هو مظبوط. ليه؟ ان انت قاسم كل القيم على كيو فول بتاعت كل واحد فيهم، فبالتالي طالعة المحور الرأسي كلهم من زيرو لحد ون. بس الباترفلاي فالف الكي بتاعته بكام لما يكون مفتوح على الاخر؟ كي فول اللي هي 100% بيساوي 0.5 0.6 0.7 كده اخر واحد. بينما الجلوب ده الكي فول، الكي فول بنتكلم في 13 15 12. الباترفلاي فالف ده هيوصل لل 13 15 اللي بنتكلم عليها دي بتاعت الفول اوبننج بتاعت الجلوب فالف لما يتقفل 40% من المشوار بتاعه مثلا. فمعناها ان الكيرف ده خادع. اكشولي لما اجي ارسمه بقى كيرفات حقيقيه هيطلع شكله عامل ازاي؟ هيطلع حاجه بالمنظر ده. هيطلع حاجه كده، تعالى نتخيل معايا كده. انا هرسم دلوقتي بقى قيم كيو بالمتر كيوب بير اور، قيم كيو حقيقيه، وعلى المحور الافقي هرسم بيرسنت اوبننج. تمام، طيب الوضع ايه بقى؟ المفروض لما خلينا نقول هنا بلاش اوبننج، خلينا نقول كلوجر عشان تبقى زي الكيرفات اللي احنا لسه شايفينها من شويه. فالمفروض كلهم ينزلوا هنا زيرو، عند 100% كلوجر توصل لكيو لزيرو. لكن خد بالك من حاجه بقى، البترفلاي فالف الكي بتاعته فولي اوبن رقم صغير جدا، فبالتالي الكيو فول بتاعته رقم عالي قوي. يعني لو انا رسمت كيرفات الدايمنشنلس على بعض اللي هي اللي كانت في السلايد اللي قبل دي هيبقى شكلها عامل كده. هلاقي مثلا ده كيرف البترفلاي حاجه عامله كده، وده كيرف الجلوب حاجه عامله كده. ده الجلوب وده البترفلاي. تمام، يعني واضح ان الافضل ان من هنا البترفلاي. بس خد بالك بعمل حاجه، الكيرف ده دايمنشنلس كيو على كيو فول، لما تخليه بارقامه الحقيقيه الكيرف ده بتاع البترفلاي ده الكيو فول بتاعته اعلى بكتير من الكيو فول بتاعه الجلوب. يعني بتيجي ترسم بتاع البترفلاي هتلاقي كيرف بتاعه حاجه عامله كده، طالع ده رقم عالي قوي. بينما الجلوب فالف هتلاقي الكيو فول بتاعته رقم صغير، فالكيرف بتاعه هيبقى حاجه عامله كده. فده يبقى افضل من البترفلاي في الكنترول. يعني هي عشان كده بس الايه، ما نحكمش فقط بالمنظر الدايمنشنلس كيرفز دي، لا الدايمنشنلس كيرفز ار نوت انف، انت محتاج ترسم الاكتوال كيرف اللي هو الكيو فعلا مع البرسنت اوبننج. عشان كده اتس سيستم سبيسيفيك، يعني الارقام دي ما ينفعش ان انا اقول ان كل السيستمز هتبقى ريليتيف لبعض كده، لا خالص خالص.
انه خد بالك برضو من حاجه، انه احنا هنا دلوقتي حصل تشوه للهير كاركترستيك كيرفز، مجموعه الكيرفات دي باظت شكلها باظ بسبب لما ركبت في السيستم، بسبب ان انت دخلت في الايكويشن الاف والال والدي ودلتا اتش. بس لو الاف والال والدي ودلتا اتش دي ارقام صغيره، افترض مثلا ان المحبس براكب في سيستم طول المواسير فيه 20 كيلو، ونفس المحبس ده فكيت وركبته في سيستم مواسير فيه طولها 10 متر، فكأن يعني زي ما تقول كده ايه، المحبس يقدر يفرض شخصيته على السيستم الصغير، لكن السيستم الكبير لا، المحبس ده ولا كأنه هيتاخد في رجلين. فعشان كده الفالف لما يركب في سيستم ضعيف هتلاقي غالبا الانستول كاركترستيك كيرف شكله بيبقى قريب جدا شكلا من الانهيرنت فلو كيرف، لكن لما يركب في سيستم قوي جدا، او سيستم يعني زي ما تقول فيه دلتا اتش كبيره وفي عندك الطول بتاع المواسير عالي قوي، وبالتالي هتلاقي الفالف ده هيقعد يقفل جامد، لازم يقفل جامد جدا عشان يبتدي صوت، يبقى ليه صوت مسموع ياثر في السيستم. تمام، في الحاله دي يحصل ديستورشن جامد قوي للكيرفات، تبعد خالص عن شكل الهيرنت فلو كاركترستكس. اوكي، فالكلام ده في اكسرسايز الشيت الثاني اللي هو بتاع الفالفز. في اكسرسايز هنعمله هاندز اون على الاكسل، هنجرب فيه اربع انواع من المحابس، ثلاث انواع من الجيب من الجلوب فالف، ثلاثة ديزاينز مختلفين، وهناخد بول فالف وباترفلاي وجيت. تمام، وهناخد المحابس دي، هندي لك الانهيرنت فلو كاركترستكس وهقول لك راكبها في سيستم، والسيستم ده هدي لك طوله ودلتا اتش وهدي لك كل حاجه عنه، واقول لك ارسم لي الانستول كاركترستيك كيرف، وهنحط الكيرفز دي على بعض ونبتدي ان احنا ايه يعني نقارنهم ببعض بارقام اكشوالي، يعني مش بس كيرفز ثيوريتيكال زي ما احنا شايفين كده في الليكتشر يعني. وبعدين هبتدي اغير معاك الاطوال بتاعه البايبس، هقول لك السيستم ده بدل ما هو طول المواسير فيه 4000 متر خليه 8000، طب خليها 400 متر، طب خليها 100 متر، وابتدي العب معاك في الارقام دي وشوف تاثير ده على الانسول كاركترستكس هيبقى عامل ازاي. وده هيبقى اساينمنت، هيبقى مفروض بروجكت المفروض هنسلمه، وهيبقى عليه درجات يعني مش قليله يعني.